الحدث مع أحمد القماطي. الحدث، أهلا بكم مشاهدينا. يسعدني أن أرحب بضيفي في حلقة اليوم، المهندس فخري المسماري، رئيس الهيئة العامة للكهرباء والطاقة المتجددة. سأسأل ضيفي عدة أسئلة، من ضمنها إلى ما يعزو أسباب الانقطاعات المتكررة للكهرباء خلال الأسبوعين الماضيين، وهل انتهت اليوم الأزمة؟ أين ذهبت الميزانيات التي قيل أنها خصصت للهيئة العامة للكهرباء؟ ولماذا لم تبنى المحطات الكهربائية التي قيل أنها ستنشأ في طبرق، لملودة وسوسة؟ كيف يرد المهندس فخر المسماري على تهديدات مصطفى صنعالله الإخواني الذي هدد بقطع الغاز عن المناطق المحررة؟ هل هناك رابط بين إعلان شركة سيرت، وهي الواقعة جغرافيا تحت سيطرة الحكومة الليبية، إعلانها خفض حصة الغاز المخصصة لمحطات المنطقة الشرقية بتهديدات مصطفى صنعالله؟ هل تأتي ضمن سياسة الحصار الإخوانية التركية، أم أن لخفض حصة الغاز تفسيرات أخرى؟ لفقوا تلفيق، نحن من شهر يناير لفقوا. إيه لما سكر النفط توقف الغاز الطبيعي اللي هو الغاز المسحب، توقف غاز انتاج غاز ابو الطفل، وتوقف غاز انتاج المية ثلاثة، وتوقف غاز الفارغ. فقدنا 200 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا بسبب اقفالات النفط. لكن حاليا الغاز الطبيعي مو حيتوقف خلال ايام. ليش؟ لان معشيه مكان نخزنوا فيه المكثفات المسحبة. ببساطة كلها حلول تلفيقية من أجل استمرار الغاز الطبيعي لتغذية ما يعني محطة شمال بنغازي تحديدا وزوتينا. فقدنا 200 مليون قدم مكعب من الغاز، حقوا الأرقام هذه كبيرة. توقفوا مصانع أسمدة، توقفوا مصانع ميثانول، تواجد كل الشبكة الساحلية من أجل تخفيف يعني انقطاع الكهرباء في المناطق الشرقية كلها بصفة عامة. لكن راهو نحن حاليا في شهور الذروه، شهر 8 يعني عاده فيه استهلاك الكهرباء عالي جدا جدا، الحراره معروفه يعني عفوا المختصين في التسويق والناس الفنيين ان شهر 8 ديما شهر اغسطس فيه الذروه، يعني فيه استهلاك الكهرباء عالي جدا، وبالتالي شوف حتى طرح الاحمال وغيرها. توقع خلال الايام الجايه ما عادش في غاز ماشي يمشي المنطقه الشرقيه. باش الحل؟ نحن لما حطينا الميزانيه في نهايه العام الماضي وضعنا الميزانيات واعتمدنا حصلنا عليه اعتمادات على سنة الظروف الطبيعيه، الغاز الطبيعي مش هيوقف 200 مليون عندنا، مستمر الغاز الطبيعي يغذي المحطات توليد الطاقه الكهربائيه، المصافي تشتغل، هذا في الافتراضات الاساسيه لوضع الميزانيه. يعني قعدنا نحن نصرفوا في الفلوس باش نغطوا، نستوردوا من برا بدل ما تشغل مصفات البريقة وتشغل مصفات الزاوية حدات الزاوية 2 توقفن كلهن. وقفن كلهن، ليش؟ وقفن لأن النفط مسكر، المواني مقفلة. عدم وجود مخصصات مالية لتغذية لاستيراد وقود سائل أخرى بدل يعني بدل من المفقود. غطينا فترة كلها من شهر 1 عند توا، غطينا فاقد حوالي 65 70 مليون قدم مكعب من الغاز، كلها غطيناها بالوقود السائلين.
الحدث. أهلا بكم مشاهدينا، أرحب بضيفي هنا في الاستوديو المهندس فخري المسماري رئيس الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة. مهندس فخري أهلا بك، أريد أن أفسح لك المجال في بداية هذه الحلقة، سأمنحك براح معين لتوضح للناس أسباب الانقطاعات المتكررة للكهرباء التي واجهتنا خلال العشر أيام الماضية. بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبتين بك أخي أحمد، نشكرك على الاستضافة. الحقيقة البداية المشكلة بدأت من خروج حقل التحدي للغاز. حقل التحدي يغذي فينا في 70 مليون قدم مكعب يومي، وفي نفس الفترة بعد خروج حقل التحدي بيوم صارت عندنا مشكلة في الوحدة الثالثة في محطة السرير. الرجوع طبعا نحن كمية الغاز اللي نحتاجوها يوميا لتغذية محطاتنا في حدود 240 مليون قدم مكعب. لما رجع حقل التحدي طبعا رجعوه جماعة بعد يومين تقريبا أو يوم ما اتذكرش المدة بالضبط. الكمية الغاز اللي كانت توصل فينا كانت في حدود 170 مليون قدم مكعب، وبعد ومخروج الوحدة الثالثة في السرير فقدنا 200 ميجا إضافيات، وفقدنا 200 ميجا في نقص كمية الغاز، أصبح العجز وصل عند 400-450. وبعدين الحقيقة الأخوة في شركة سرت رفعوا معنا الكمية شوية، دخلوا وعطونا وصلونا عند 185 مليون، بعدين وصلنا ل 188 مليون، رفعنا نحن كمية العجز إلى نقصت عند 350. وبعدها بيومين صارت عندنا مشكلة طبعا الغاز اللي تغذى به وحدات محطة زويتينا كان مصاحب بشوائب، أدى إلى نقص ضغط الغاز على الوحدة الثانية والخامسة والسادسة في محطة زويتينا، وتم خروج الوحدات الثلاثة بنقص ضغط الغاز. في نفس الوقت اللي خرج فيه الوحدات الثلاثة خرجت الوحدة الثالثة في محطة شمال بنغازي بالأندر فريكوانسي، وأصبح العجز كبير في الليلة في اليوم هذا، وصل تقريبا عند حدود 650 إلى 700 ميجا وات. تم العمل على إرجاع الوحدة الثالثة في شمال بنغازي والوحدة الثانية في محطة زويتينا في نفس اليوم، وأخذ منا الوقت باش تم إرجاع المحط الوحدة الخامسة في محطة زويتينا لعند تاني يوم الساعة 5 في العشية، والوحدة السادسة أخذت وقت أطول ما رجعت معانا إلا الساعة 7 في العشية. حتى هي قعدنا محاولات أخيرة مع محطة الوحدة الثالثة بمحطة السرير، واخذت معنا ايام حقيقه اكثر مما توقعنا، نتيجه ان الوحده كان سير فيها حريق ومشكلتها كانت يعني اصعب شويه من المشكله بتاع الوحده السادسه والخامسه في محطه زويتين، لان كانت عمليه تنظيف، ولكن الوحده الثالثه في السرير كانت تحتاج الى عمليات عزل وعمليه استبدال قطع غيار، وكان المشروع الشغل عليها اكبر. يوم امس دخلت معنا الوحده الثالثه في محطه السرير، واستكملنا دخول وحداتنا في زويتينا بالكامل الثانية والخامسة والسادسة، ودخلت معنا الوحدة الثالثة في محطة شمال بنغازي، وأصبحنا مسيطرين وانحلت المشكلة. أصبح فيه عجز بسيط جدا لكاد يذكر، يعني ما كانش فيه مشكلة. تفاجأنا اليوم بتخفيف الغاز من 190 مليون قدم مكعب إلى 160 مليون قدم مكعب، خسرنا 30 مليون قدم مكعب في لحظة. ورجعت بعد ما حلينا المشكلة ورجعنا أحمالنا بالكامل، رجعنا تو حاليا بعجز نتيجة نقص الغاز. طيب وهل لديك أسباب مهندس فخري عن عملية نقص الغاز الأولى التي أدت لخروج المحطات خلال العشر أيام الماضية وأدت إلى هذا العجز الكبير؟ لكن أيضا أريد أن أسألك عن السبب الثاني، عملية تخفيض الغاز الأخيرة من قبل شركة سيرت، ما هي أسبابها؟ والله طبعا نحن طبعا تواصلنا مع الأخوة في شركة سرت، وهم بيقولوا حسب الإفادة متاعهم أن هم المساحة التخزينية
اللي خزنوا فيها في المكثفات المصاحبة للغاز ما عادش عندهم مساحة تخزينية. وهذا الأمر طبعا هو غاز مصاحب. في نوعين من الغاز نحن يطلع عندنا، في غاز الفري اللي هو الحقول، الغاز الفري يطلع غاز بدون ما انك انت تطلع الكرود اويل، فهذه كمية طبعا. وهم طبعا هذه الحقول عادة بتاع الغاز الفري كميتهم بسيطة جدا، يعني ما يعطنش فينا 15 مليون قدم مكعب ما تفوتش لكن الحقول الكبيرة اللي فيها الغاز المصاحب مثل حقل التحدي وحقل بالطفل، هذين يعطر في كميات كبيرة 70 مليون قدم مكعب، فهذين هن اللي فيهن إشكالية تخزينية حسب الإفادة متاع شركة سيرت يعني. طيب، هل أقنعك تفسير أو تبريرات شركة سيرت، خاصة أن عملية تخفيض الغاز هذا جاءت بعد ساعات من قدرتكم على التحكم في الموقف وإعادة الكهرباء إلى سابق عهدها وإنهاء العجز الذي خيم على المنطقة خلال 10 أيام الماضية، وأيضا جاءت بالتزامن مع تهديدات مصطفى صنعالله الذي هدد بقطع الغاز عن المناطق المحررة، هل أقنعتك تفسيرات إدارة شركة سيرت أم لا؟ هو الحقيقة التهديدات اللي صدرت من السيد صنعالله خلت عندنا شيء من الشك. يعني نحن كنا متفاهمين الكلام اللي ينقلوا فيه لنا الأخوة في شركة سيرت ومتعاطوا معاه ونتعاملوا معهم، ان هذ الناس عندهم مشاكلهم ونحن لازم نقدروا مشاكلهم لان يمروا حتى هم بظروف. ولكن التهديدات الاخيره وفي الظروف اللي نحن عالجنا فيها مشاكلنا اصبحت عطتنا نوع من الشك، لكن نحن ما نقدروش نظلمه. المفروض يكون في تحقيق اكثر في الموضوع هذا من المؤسسه الوطنيه للنفط، لازم تبعث فريق متخصص يتاكد من الكلام اللي قال، لان احنا طبعا نحن تخصصنا كهرباء ونحن الغاز يجينا في أنابيب وما ندروش على اللي ساير قبل يوصلنا، لكن نحتاجوا فعلا المؤسسة الوطنية النفط التابعة لحكومة الحكومة الليبية، المفروض أن هي تتحقق من هذه الإجراءات ومن صحتها يعني. طيب، فيما يتعلق أيضا بهذه التهديدات التي أطلقها مصطفى صنعالله، كيف تعلق عليها؟ هو هدد بقطع الغاز عن المنطقة المحررة، وهل هو قادر على ذلك فعليا أو عمليا؟ والله أعتقد الحقول في نطاق سيطرة حكومة ليبية والجيش الليبي، ونحن عندنا مؤسسة وطنية للنفط عبارة عن تفعل على المؤسسة وما يقدرش يعني ينفذ تهديداتها بالقوة، ولكن لو عندها أمور فنية لازم المؤسسة اللي تابع نطاق الحكومة الليبية تشوف هذه لو في مشاكل فنية أو حقيقية نقدروا نعالجوها. يعني الموضوع يتخذ بشيء من العقلانية نشوفه، لكن الحقيقة اللي مش عجبتني في الكلام أنه يقول لك الغاز اللي نقطعه على المنطقة الشرقية، وأنا نعرف أن الغاز هذا يعطي في المنطقة الشرقية ويعطي في المنطقة الغربية، يعني يعطي حتى في مصنع الحديد الصلب في مصراتة ويعطي في المنطقة الغربية، في غاز ماشي للمنطقة الغربية. فأنت لما تجي تقول نقطعه الغاز على المنطقة الشرقية، أنت باهي، أنت لما تقول نقطعه الغاز على كل ليبيا لأن الحقول يعطن في كل ليبيا. فهذه يعني كانت نوع من عملية الاستفسار، لازم يكون فيها استفسار، ليش أنت تحكي عن المنطقة الشرقية بالذات وليش في الوقت هذا بالذات وليش بعد حلينا كل مشاكلنا. طيب، وشركة سيرت أيضا عندما خفضت حصة الغاز المتوفرة لمحطات المنطقة الشرقية خفضت بذات الدرجة حصة الغاز المخصصة لمصنع الحديد والصلب أو المخصصة لمصراتة أم لا حسب معلوماتك؟ والله أنا حسب السؤال اللي أنا وجهت الأخ الحقيقة في رئيس مجلس إدارة شركة سيرت وبيقول إن الخط اللي مشي للحديد والصلب يختلف عن الخط اللي جاي للمنطقة الشرقية، فمنش عارف، ما قلت لك هذا الموضوع المفروض تولاه المؤسسة الوطنية للنفط. إذا أنت تطالب المؤسسة الوطنية للنفط الواقعة تحت سلطة الحكومة الليبية أن تحقق في هذه الادعاءات التي تطلقها شركة سيرت والتي خفضت بموجبها حصة الغاز لمحطات المنطقة الشرقية، هل هي فعلا محقة، لها أسبابها في ذلك، أم هي ترجمة لتهديدات مصطفى صنعالله؟ بالضبط، يعني لأن هم أصحاب الاختصاص في الموضوع هذا وهم اللي يعني يتأكدوا من الكلام هذا، لأن هذا اختصاص أصيل لهم هم موضوع والشركات هذين المفروض أن هم يتبعا للمؤسسة الوطنية النفط وشركاتها ويقدروا يتحققوا منهم يعني. طيب، لماذا يطلق أساسا مصطفى صنعالله هذه التهديدات برأيك مهندس فخري بقطع الغاز، و
خاصة أن عملية وقف تصدير النفط استمرت لأكثر من 3 أعوام إبان حصار الجدران لها ولم يتم قطع الغاز، لماذا الآن يرفع مصطفى صنع الله هذه التهديدات؟ والله أعتقد أن التهديدات هذه سياسية أكثر من أي شيء آخر، لأن أصلا ما فيش في علم الإدارة أنك أنت تهدد، أنت ممكن تحكي مشكلتك من غير ما تهدد، وأعتقد حتى التوقيت التهديد ما كانش صحيح، والكلام هذا مفروض ما كانش ينحكى إلا لإدارات الخاصة به، ولو في تهديد يحكي مع الشركات التابعة له، ولكن بالطريقة وعلى الإعلام بالشكل هذا ويهدد بالطريقة هذه أعتقد هو موضوع رسالة سياسية أكثر من أنه شيء آخر. طيب بالعودة إلى الغاز، الغاز ينتج أو يتم تصنيعه في رأس لنوف؟ الغاز هو طبعا قلت لك في عندنا نوعين من الغاز، في عندنا غاز مصاحب وهذا يتم تصنيعه في شركة سيرت للغاز، وفي عندنا غاز اللي هو غاز فري هذا مش محتاج لل وكل الحقول هذين تبع لشركة سيرت للنفط وشركة سيرت للغاز، وهم المسؤولين على الحقول هذه وهم اللي متحكمين في عملية التوزيع. طبعا نحن مش الكهرباء الزبون الوحيد، عندهم زبائن أخرى، ولكن نحن نعتبره الزبون الرئيسي في الموضوع هذا. طيب ومرة أخرى تؤكد أن هذه الشركات هي واقعة تحت سلطة الحكومة الليبية أو في مناطق تحت سيطرتها، إذن عليها أن تطلع بمسؤولياتها في هذا الجانب، أن ترسل فرق للتحقيق لمنع أي اختراق ربما، حتى لا يترجم حتى مصطفى صنع الله تهديداته، ليس كذلك؟ بالضبط، يعني نحن هذه المناطق وهذه الشركات تحت سيطرة الحكومة الليبية والجيش الليبي، والمفروض يعني نحن ما يهددش حد من أي مكان آخر. نحن لو في عملية منطقية أو فنية تمنع الموضوع هذا لازم تدارسوها ونديروا الحلول لها، ولو هذا عبارة عن ضغط سياسي لمكاسب سياسية معينة لطرف على حساب طرف آخر مفروض ما نسمحوش به، لأن في النهاية بكل الحقول هذين تحت سيطرتنا والشركات هذين تحت نطاق جغرافي لحكومتنا يعني. طيب هل لك أن توضح مرة أخرى مهندس فخري احتياجاتكم اليومية من هذا الغاز وأيضا الحصة الممنوحة لكم بعد التخفيض من قبل شركة سيرت؟ احتياجاتنا اليومية نحن نحتاج إلى 240 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا، ما يوصل فينا اليوم 160 مليون قدم مكعب، يعني نحن عندنا عجز 80 مليون قدم مكعب. نحن رضينا بالتخفيض اللي صار المرة اللي فاتت لما وصلنا لعند ال 190 وكيفنا أنفسنا لل 190، رغم أن ال 190 مش هي الكمية اللي نحن طالبينها، لأن نحن عندنا التوربينات نتاعنا يخدم الغاز ويخدم الوقود، ففي بعض التوربينات استبدلناها وشغلناها على الوقود الخفيف نظرا لنقص الغاز، وفي بعض التوربينات ما شغلناهنش بكامل قوتهن نظرا لضغط الغاز. مثلا التوربينة اللي تنتج 250 ميجا وات نحن نشغله فيها 170 ميجا وات، بحيث لأن الغاز ضغط الغاز ناقص عندنا، يعني مثلا الوحدات اللي في زويتينا الخامسة والسادسة وحدة تعطي فينا في 150 وحدة 170 ميجا وات، الخامسة والسادسة 180 ميجا وات، في حين نقدر نشغلوهن ونطلعوا بهن طاقة أكبر لو عندنا كمية الغاز الكافية. نحن ننقصوا في عدد الميجات عند التوربينة حتى ما نخسرش ضغط الغاز اللي موجود عندنا. أيضا عندنا 4 وحدات صغيرة 4 في 50 في الزويتينة موقوفات تماما، نظرا في وحدة شغلناها على قلبناها على اللايت فيول على الوقود الخفيف، والثلاثة التانيات موقوفات تماما على العمل نظرا لأن لا يوجد غاز. واليوم انتفاجئوا يعني نحن من قبل بال190 كان في مشكلة وكان الطلب أكبر وكنا موقفين 3 توربينات من التوربينات الصغيرة ومشغلينهم مش مشغلينهم وشغلنا الرابعة باللايت فيول. اليوم انتفاجئوا بعجز 30 مليون قدم مكعب مرة واحدة، والقصة هذه جت في توقيت لما الناس تريحوا وفرحوا ونحل كل المشاكل والتوربينات كلها جاهزات للعمل. لذلك الكثير تحدث أن هذا الأمر يثير الشبهات والشكوك. طبعا لأن التوقيت متاحها وجت بعد تهديد السيد صنع الله
مش معقول أنها بتكون مصادفات، ولكن ممكن تكون في مصادفات. جاء التهديد ومع العجز ومع المشاكل كنا في يوم واحد مع حلتنا نحن اللي أعطالنا، حتى نحن كان عندنا أعطال، كان عندنا أعطال في الـ طبعا الأعطال نتيجة الغاز، لما الغاز جاب الكوندوسيت اللي هي المكثفات هذين اللي جن مصاحبات للغاز دخلا ونقصا ضغط الغاز، وطلعنا التوربينات الثلاثة، ولما جينا احتاجنا لعملية تنظيف خذت وقت طويل باش رجعناهن، يعني حتى التوربينات ما كانش فيه عطل فني ولا كان فيه عطل يعني في احدى القطع غيار متاعها ولا تشغيلي. كان العطل نتيجة ان الوقود ملوث، فاحنا فعلا نعانوا في مشكلة وقود، رغم ان احنا معداتنا قديمة ومتهالكة، وكثر خيرا اللي قاعدة تشتغل معنا مفروض انها يهولة افضل الظروف بحيث انها تستمر يعني، ولكن للأسف نحن نعانوا في قصة الوقود. مشكلة بالنسبة لنا نحن قصة الوقود يعني. كيف تحل هذه المشاكل؟ تحل المشاكل بتوفير الكمية الكافية من الوقود للتوربينات الغازية، ويكون الوقود مصفى يعني لا يوجد فيه المكثفات، ويعطونا الكمية الكافية بحيث نشغل وحدتنا بالكامل. طيب، وأيضا نحن نتحدث عن اختصاص الحكومة الليبية، وأيضا ربما في مسؤولية عن القيادة العامة، لأن هذه الشركات موجودة تحت مناطق هي تحميها أو تحرسها عندما تطلق أو تصدر تهديدات من مصطفى صلعلة رئيس المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس بوقف الغاز بالتزامن مع خفض حصة الغاز لمحطات المنطقة الشرقية من قبل شركة سيرت. هذا الأمر الكثير يتحدث أنه أثار الشبهات والشكوك، وربما الجواب الشافي سيأتي من قبل الحكومة الليبية ومن القيادة العامة. هل يستطيع مصطفى صنعلا أن يفرض على مدراء الشركات الواقعة تحت سلطة الحكومة المؤقتة أن يذهبوا معه في اتجاه تهديداته، أم أن هناك أسباب أخرى فعلا دعت شركة سيرت لاتخاذ هذا الموقف؟ نحتاج لجواب من الجهات المسؤولة عن هذا الأمر. مرة أخرى أريد أن أسألك عن ربما ما أشيع خلال المدة الماضية أنه سبب المشكلة يتحدث أنه هناك طلب من الحكومة التي في طرابلس، حكومة السراج، لفرض توحيد شبكة المنطقة الشرقية بشبكة طرابلس. هل تؤكد أم تنفي هذا الأمر؟ والله هو الشبكة مفصولة لأمور فنية، يعني نحن أنا اللي خذيت قرار فصل الشبكة. الشبكة ما فصلناهاش لا بقرار جهوي ولا قبلي ولا سياسي، أمور فنية صرفة. التردد في طرابلس غير ثابت، وهذا بشهادة التحكم الوطني في طرابلس وبشهادة الناس المسؤولين على الكهرباء في طرابلس بأنفسهم، نتيجة أن عدم التزام التحكمات في طرابلس بعملية تخفيف الأحمال نتيجة لتحكم الميليشيات في الكهرباء في طرابلس. فلما ما تتحكمش في عمليات طرح الأحمال ويكون عندك عجز كبير يسبب في خلخلة في التردد، هبوط التردد، بالتالي يصير عندك بلاك أوت. وصارت أكثر من مرة أن حدث عندنا بلاك أوت في المنطقة الشرقية نتيجة أعطال حدثت في غرب ليبيا، نتيجة أنهم ما قدروش يسيطروا على تخفيف الأحمال اللي موجودة عندهم. الواقع في الغرب أنه في ميليشيات قوية مسيطرة على بعض المدن ترفض عملية طرح الأحمال، بالتالي بالزبط. يكون العبء أكبر على الشبكة بالزبط. في طرابلس وفي مناطق أخرى بالضبط. نحن طبعا الزون إيريا هذه علم من علم الكهرباء، والزون إيريا هذا يقول لك أن أي منطقة يكون التردد متاعها تعبان أو غير ثابت تغذيها منطقة أخرى، تفصلها عن الشبكة بحيث ما تأثرش في باقي الشبكة لحين يثبت التردد وتعالج المشاكل وبعدين يتم الربط، ما فيش مشكلة. والربط مفيد لو أن التردد كويس. الحقيقة نحن ما عندناش مشكلة أن نحن نربطه، لكن بشرط أن يكون التردد كويس ويكون ما فيش عجز اللي واصل في طرابلس، العجز كبير جدا في الطاقة الكهربية. فطبعا نحن لو ربطنا بالشكل هذا نقدر ما حليناش المشكلة في طرابلس ودمرنا الشبكة في المنطقة الشرقية، لأن نحن نعانوا في مشكلة تانية. حتى لما يصير بلاك أوت والسبب متاع طرابلس، نحن التوربينات متاعنا قديمة، يعني مثلا توربينات شمال بنغازي عمر الافتراضي
وصل لل 30 سنه وهن عمر الافتراضي 20 سنه. فلما نجو بعد يحدث بلات اوت ويخرج خارج الخدمه نجو بنديروا تشغيل من جديد اعاده تشغيل ناخذوا مرات يومين ولا ثلاثه ونحن نعانوا فيهن حديد خلاص حديد بيت ونعانوا فيهن وبصعوبه باش نرجعوه للعمل في حين اللي سبب المشكله المعدات نتاعها احدث منه ويرجعنا بسرعه ونقعدوا نحن يومين وبعد نرجعوهن ما نطقش اسبوع ولا اسبوعين ويحدث لنا بلاك اوت ثاني. فكان القرار ان نحن نعزله ونستخدمه الزون اريا كان قرار مهم جدا وفعلا اثبتنا انه هو قرار صحيح. تو نحن الحمد لله ما عادش حدث لنا بلاك اوت حتى العطل اللي صار مده فاتت كان عطل جزئي فصل جزئي على الشبكه وليس كامل ولحد الان الحمد لله أمورنا كويسة. المعداتنا قديمة صح تحتاج إلى استبدال الصيانة تقام على الوحدات حتى هذه اللحظة. العجز متاعنا ما هوش كبير مقارنة بالعجز اللي موجود في الغرب الليبي. نحن العجز متاعنا بسيط جدا وحتى لما حدثت المشكلة وقامت القيامة عليها كان نحكو على عجز 400 أو 450 وحدث في 10 أيام فقط. أي نعم. رغم أنه طرابلس والغرب يعاني من هذه المشكلة طيلة السنوات الماضية وتحكي على عجز توا أنت تحكي على 2500-3000 ميجا عجز كبير وتحكي على عجز كبير ولفترات طويلة والحلول ليست في الأفق القريب. الحلول يعني تحتاج منهم إلى وقت فلذلك وفنيا حتى أنت تتحدث مهندس فخري أنه حتى المشكلة التي تعاني منها طرابلس أو المنطقة الغربية هي متمثلة ربما أو تتلخص في سيطرة الميليشيات على المنطقة هناك هي التي ترفض طرح الأحمال تسبب عبء على مناطق ميليشياتها أقل قوة من ميليشيات أخرى متغولة وأكثر نفوذا. هذا الأمر تسبب في هذه الأزمة. عملية الربط أو الزون إيريا التي تتحدث عنها قبل قليل بين شبكة المنطقة الشرقية والغربية لن يحل أزمة الكهرباء في الغرب لكن على العكس من ذلك سوف يدمر الكهرباء في الشرق. مزبوط. نحن لو ربطنا مش حتنحل مشكلة الكهرباء في الشرق الليبي ولا في الغرب الليبي ولكن حتتدمر الشبكة في الشرق الليبي لأن جزء كبير من العجز حيرمى على الشبكة الشرقية وحنتحملوا جزء كبير من العجز وممكن وحداتنا القديمة ما تقدرش تتحمل العجز هذا ونحن نقدر متأثرين من أي هزة ومن متأثرين من أي بلاك أوت يصير في المنطقة الغربية حنخرجوا معاه بالكامل. نحن مطلوب من أخوتنا في طرابلس أن يعدلوا التردد بتاعهم يخفضوا من أحمالهم بحلول شوف الحلول الناجعة اللي يقدروا ينفذوا بهم محطاتهم ويقدروا يقلصوا العجز متاعهم بحيث يقدروا يتحكموا في اللود شيتينج ويقدروا ينفذوا عملية طرح الأحمال الصحيحة بدون تدخل أي ميليشيات وبدون تدخل أي شخص يكون خارج قطاع الكهرباء في القرار اللي يملك التحكم الوطني. مفروض يكون قرار التحكم مبني عليه دراسات ولازم حتى لما يكون فيه توزيع أحمال يكون بالطريقة العادلة على المناطق وحسب أهمية الأحمال وحسب الفترات الزمنية المحددة ويعدلوا التردد متاعهم اللي هو 50 هرتز ويثبتوه. وفي الحالة هذه نقدروا نحن نحكوا على شبكة تدخل على الشبكة العامة لكن بالشكل هذا بصراحة مش منطقي أن نحن نديروا ربط لأن في الحالة هذه لا هم يستفيدوا بس بالعكس نحن حنتدمروا فيها. واستغربت حتى طرح هذا الأمر من قبل الكهرباء المسيطرة عليها من قبل حكومة الوفاق في طرابلس ربط الشبكتين الشرقية بالغربية. الحل كما يؤكد المهندس فخري بالنسبة لأزمة الكهرباء في طرابلس من قبل تلك الحكومة المسيطرة هناك هو عملية تطويع ميليشياتها هو عملية فرض التساوي في عملية توزيع الأحمال بين مختلف المناطق هناك وليس الحل في طلب هذا الطلب الذي وجهته شركة الكهرباء أو أطراف داخلها لشركة الكهرباء هنا والهيئة العامة للكهرباء في عملية الربط بين الجانبين أو الجهتين. الشبكة الآن مفصولة هل تم تحرير الشبكة بين الغرب والشرق ومتى تم ذلك؟ هو الشبكة مفصولة نحن حقيقة نحن ضمينا معنا مدينة سرت. مدينة سرت حاليا تتغذى على الشبكة الجناح الشرقي. سرت أحمالها 120 ميجا تتغذى على أحمال سرت نحن شارين أحمال سرت بالكامل وما بعد سرت الشبكة مفصولة على الجناح الغربي.
طيب ننتقل الآن لمناقشة بصورة عامة الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة التابعة للحكومة الليبية. كثير من اللغط حدث خلال العشر أيام الماضية بعد أن واجهنا هذه المشكلة في الكهرباء. الكثير يتحدث عن ميزانيات ضخمة خصصت للهيئة العامة للكهرباء ويتحدث أين ذهبت هذه الأرقام الكبيرة. هم يتحدثون عن 1,300,000,000 ويسألون أن هذه المليار والثلاثمائة مليون صرفت للهيئة العامة للكهرباء ويسألون أين ذهبت. كيف ترد على هؤلاء؟ والله ورد بسيط جدا، يعني مش حنأخذ فيه وقت طويل. أنا اليوم طلبت رسالة رسمية من وزارة المالية يزودوني من اليوم اللي نحن كهيئة كهرباء استلمنا فيه الهيئة، اللي هو في شهر 2 في 2017. أعطونا الحقيقة رسالة رسمية من شهر 1 في 2017 إلى تاريخ يومنا هذا، رسالة استلمناها اليوم وسلمتها عند الأخوة. هي معلومة. أيوة. هذه الرسالة تثبت أن نحن استلمنا خلال هذه الأربع سنوات مبلغ وقدره 136,000,000. 36,000,000 هذه موجودات حاليا في حسابات الهيئة، موجودات عندنا. أما 100,000,000 في أربع سنوات، لو قسمنا 100,000,000 على أربع سنوات يعني أن 25,000,000 في السنة. نحن الهيئة الكهرباء لما استلمنا الكهرباء كان التوليد وبتقرير التحكم موجود عندنا يصل في حدود 1,300 ميجا. حاليا التوليد يصل آخر أعلى توليد، نحن قارنا بين شهرين، شهر يناير وفبراير في 2017 وشهر يناير وفبراير في 2020. شهر يناير في 2017 كان التوليد 1,300 ميجا، شهر يناير في 2020 1,966 ميجا. يعني أنت تحكي على 700 ميجا زيادة بدون 25,000,000 شم شرينا بهن، صرفنا بهن على الانتاج، محطات الانتاج، صرفنا بهن على خطوط النقل، استبدلنا خطوط نقل السوبر كوندكتر الموصل المثالي، صرفنا بهن على إدارات التوزيع. نحن كهيئة المئة مليون هذينا اللي مقسمة على أربع سنوات فيهن 63,000,000، لأن جبنا بهن 14,000,000 يورو، جبنا بهن مواد قسمت على كل مناطق اللي تابعة للحكومة الليبية والجيش الليبي، خضت منها كل المناطق الليبية، وصلنا لعند الجنوب الشرقي والجنوب الغربي، وصلنا لعند الجبل الغربي، أعطينا ترهونة، أعطينا صرمان، أعطينا الجبل الأخضر بالكامل، طبرق ودرنة والبيضة وبنغازي وبضواحيها جدابية الواحات، من بش نذكر لك كل هذه المناطق أخذا منا مواد للتوزيع والصيانة بحيث أن واجهوا بهن شتاء السابق، وإلا كانت حتكون كارثة. يعني نحن جينا شركة، نحن على فكرة الهيئة غير مسؤولة أن هي تجيب المواد هذه، الهيئة دورنا استراتيجي إشرافي. نحن كهيئة كهرباء يتبعنا ثلاثة أجسام، تتبعنا الشركة العامة للكهرباء وعندها ميزانية مستقلة وعندها مجلس إدارتها، تتبعنا الشركة الليبية القابضة للكهرباء وعندها ميزانية مستقلة وعندها ذمة وعندها مجلس إدارتها، وتتبعنا جهاز الطاقات الجديدة والمتجددة. لما الحكومة رأت تقاعس وفي إدارة الكهرباء في طرابلس، ولما إدارة الكهرباء في طرابلس بعثت برسالة رسمية للشركات تقول علينا أن نحن حكومة غير شرعية وتحذر في الشركات أن هي تتعامل معنا، والرسالة عند جماعتكم أنا سبتها في لما الناس الحكومة رأت في الحالة هذه أنها هي لازم تتدخل وتعاون، لأن الناس المواطنين والأحياء خاصة الأحياء اللي صار فيهن تهجير والأحياء اللي صار فيهن حروب، ولما تحررت كانت الشبكات مدمرة بالكامل، فتانا يحتاج إلى إعادة أعمار المناطق المحررة، فهذا اندار العقد اسمه إعادة أعمار المناطق المحررة. المواد هذين عادا كل المناطق اللي كان فيها المشاكل مثل السلماني الليثي والقوارشة القنفودة أبو عطني هذه في بنغازي وكل الأحياء اللي في الحقيقة توزع على كل المناطق، وما زلنا نشتغل بهن إلى الآن نحلوا فيهم ببعض الأعطال والمشاكل. هذه من ناحية الحكومة اضطرت أن هي لازم تتدخل عن طريق هيئة الكهرباء باش تساعد الشركة، رغم أن الشركة المفروض يكون عندها ميزانيتها والمستقلة، لكن كان المواطن قدامنا ويعاني في أزمة. نحن دورنا مشروعات استراتيجية والماستر بلان والشراف على كل القطاعات هذه الجهات هذه، فلكن اضطرينا أن ننزلوا لعند بطارية والعجلة السيارة، فني لما بيصلح ما عندهش حتى سيارة باش يطلع فيها وما عندهش حق بطارية، ما فيش الكهرباء في طرابلس كانت في سبات عميق وكان في صراعات
وكل كم سمعتوا بين الصراعات اللي صارن في طرابلس وسابوا كل مناطق ليبيا وخاصة المناطق اللي مش في نطاق السيطرة متاعهم ما اهتموش بهن. نوضح أكثر، لأن الشركة العامة أو الهيئة العامة للكهرباء التي تحدث عنها التي يرأسها الآن الأستاذ فخري المسماري تتبعها عدة شركات، منها الشركة العامة للكهرباء بالضبط. الشركة العامة للكهرباء في بنغازي تابعة أو هي أحد فروع الشبكة، مش في بنغازي، نحن في المنطقة الشرقية. نعم. لما 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 الشركة الكهرباء أعلنت رسمي من طرابلس أن حكومتنا غير شرعية وأنه ما عادش بيتعامل معنا، ونحن بصراحة لما نجيبوا في مواد ولا بنجيبوا احتياجات ولا بناخذ احتياجات نضطروا نتعاملوا مع كل إدارات التوزيع وكل مكاتب التوزيع وكل مكاتب الصيانة السريعة، وهذين أعدادهم كبيرة في ليبيا بالمئات. نحن كنا الحكومة متاعنا مسيطرة عليه أكثر من 80% من مساحة ليبيا، فكان العملية صعبة أن احنا نشوفوا مشاكل الناس. هذا كان لازم يكون عندنا جسم إدارة تنفيذية ومجلس إدارة يتبعنا بحيث أن احنا يعطينا احتياجاتها بالكامل باش نقدروا نلبوهن له. فهذا المنطلق نحن السيد رئيس الوزراء شكل جمعية عمومية، والعمية الجمعية العمومية شكلت مجلس إدارة وإدارة تنفيذية، والإدارة التنفيذية بصراحة والجمعية ومجلس الإدارة اللي شكلا في شرق ليبيا، مش نقوله في بنغازي اللي ناخذ من على ليبيا كلهن، قام بعمل ممتاز جدا خلال الفترة الجاية، نظمت الأمور بشكل كبير جدا. أول حاجة أصبح عندنا قناة نقدر نتعامل معها عن طريق جميع دوائرنا ومكاتبنا. قبل القناة متاعنا في طرابلس وطرابلس مش معترفة بينا، لما عملنا القناة اللي موجودة هنا عرفنا كيف نديروا قناة للتواصل. لما يكون عندي مشكلة في الواحات تجيني عن طريق المدير التنفيذي، يكون عندي مشكلة في طبرق تجيني عن طريق المدير التنفيذي، يكون عندي مشكلة في سبها تجيني عن طريق المدير التنفيذي. وهنا الشركة الكهرباء تنظم احتياجاتها بالكامل، ولما نجيبوا الاحتياجات نسلمهم في الإدارة التنفيذية وتوزع. وهذه ما حصل بالنسبة للمواد التوزيع اللي جبناها، وزعناها بالكامل أعطيناها للإدارة التنفيذية وهي وزعتها على كل الإدارات. الشيء اللي أهم من هذا واللي نحن يعني كان لازم ندخله فيه اللي هي حتى وسائل النقل والروافع ومواد الإنارة وأبسط التفاصيل اللي نحن كهيئة أخذت دور الوزارة. نحن بدل وزارة الكهرباء والماء والغاز قرار الهيئة، ونحن عندنا صلاحيات وزارة الكهرباء والماء بالكامل. فلما جينا لقينا بصراحة دخل السيد رئيس الوزراء وجاب لنا 70 سيارة، رغم هذا مش اختصاصنا ان احنا نشروا لهم، ووزعنا 30 سيارة رافعة واندارن حملات الإنارة، وشفتوا انتوا بنغازي كيف تنورت، ومواد الإنارة قاعدة موجودة عندنا، وحاليا عندنا اكثر من 100 كيلو متر إنارة بيتوزعن بالمبالغ اللي انت شفتها توا اللي هي 25 مليون في السنة، يعني بعد قسم 100 على 4 سنوات. لكن بعد قد العمل فيه جدية والعمل فيه أمانة تلقى تنجز بأقل المبالغ الممكنة. ومن أين جاء مبلغ 1,300,000,000 التي طرحت في مواقع التواصل الاجتماعي واتهمت الهيئة العامة للكهرباء بأنها استنفذتها أو صرفتها خلال الأربع سنوات الماضية، رغم تأكيدك الآن أنه المبلغ كان 100 مليون فقط؟ مش 100 مليون، هي 136 مليون باش نكونوا دقيقين. من اليوم اللي جيت فيه أنا ومجموعة الهيئة اللي معايا كلهم جينا في شهر 2 في 2017 إلى اليوم، حسب مش كلامي أنا، حسب وزارة المالية، جميع الوزارات يأخذن في الفلوس منين؟ من وزارة المالية. تقرير رسالة وزارة المالية، أنا لو قدرت كم رسالة أنا ما نقدرش نشهد عليه نفسي، ولكن وزارة المالية قالت إن راهو هيئة الكهرباء من 2017 إلى اليوم اللي هذا اللي مصروف فيه 36 قعدات في حسابنا، والباقي قاعد نصرفن في الأربع سنوات اللي فات. أنت لما تقسم 100 مليون الباقي على أربع سنوات 25 مليون سنوية، أنت شركة كيف شركتك الكهرباء أنت عارف كم كانت ميزانيتها؟ 12 مليار. 12 مليار في السنة؟ طبعاً، وكانت ال 12 مليار تغطي في محطات التوليد والعمارات، وكانت تغطي في خطوط النقل وخطوط ال 400 وال 220، وكان عقود التوزيع لكل منطقة ينفتح لها في عقد توزيع خاص بها لا يقل عن 150 مليون يورو. الحقيقة نحن نخدم بأقل إمكانيات، وشركة الكهرباء بصراحة وفنيينها وبعض المواد اللي موجودة في مخازن الكهرباء استفدنا منهن. الهيئة كانت عامل مساعد لتنشيط بعض الأشياء المياه الراكدة
اللي كانت موجودة نشطناها، ولكن الدور الكبير بصراحة يرجع لفنيين والعاملين بالشركة العامة للكهرباء، لأن كيف ما قلت لك بذلوا مجهود كبير جدا خاصة في صيانة محطات التوليد، وخاصة في صيانة خطوط النقل، وخاصة في إرجاع المناطق المهجرة. الهيئة نحن كنا نوفرون في بعض المواد ونكلفلهم في بعض المقاولين بالمبالغ البسيطة اللي أنت شفتهن، وقدرنا لما ربك يطرح البركة مشت الأمور تمام تمام. أنا مش نحكي لك على المبالغ اللي نصرفها في طرابلس بالمليارات وشفت الوضع اللي وصلينا. هو الموضوع مش موضوع فلوس فقط، نحن كهيئة مفروض ما درناش الكلام هذا، ولكن لما شفنا خلاص الكهرباء وقعت اضطريت ندخله ونساعده الكهرباء باش تصبي على رجليها، رغم التحديات ورغم ان في ناس واجد طلعوا قالوا يعني هذا تقسيم للكهرباء وهذا وإشاعات وكلام واجد، ونحن طبعا صدينا الكلام هذا كله ما تعطيناش به، وركزنا على ان نخلوا الكهرباء توقف على رجليها، لان الكهرباء لو طاحت معناها خسرنا قطاع مهم جدا، قطاع من اهم القطاعات اللي ممكن ياثر في كل القطاعات الثانيه. لما تريح منك الكهرباء معناها انت شن راحت منك؟ راحت منك الاتصالات، راحت منك المياه، راح منك كل عوامل الحياه. الكهرباء راه هي العصب الاساسي للحياه لأي مدينة ولأي دولة، تريح الكهرباء الحياة تموت في أي مدينة. فالكهرباء قطاع مهم جدا جدا، مش لأننا نحن قاعدين في قطاع الكهرباء، ولكن هذا حقيقة فرض نفسها أن الكهرباء قطاع يحتاج. الغريبة أن يقولوا صرفوا مليار، نحن ما صرفناش مليار، هذا تقرير المالية تفرجوا عليه. نحن المفروض نصرف المليارات وليس المليار. قطاع الكهرباء قطاع غالي جدا، ومعداتها ومحطاتها، صناعة الكهرباء صناعة غالية في العالم كله، توربيناتنا مكلفة جدا، كوابلنا مكلفة جدا. لما نجي أنا بندير محطة توليد نحتاج مبالغ كبيرة باش ننفذ محطة توليد. أنت يعني المعادلة صعبة جدا. لما تجي تقول لي هذو ما صرفوا مليار، به أنت تبي كهرباء، باش تبيش ندير لك كهرباء ندير محطات، وإلا باش نجيب لك بين كهرباء ماشي خلاص محطات انتهن. باش أنا ندير محطات لازم تجيب فلوس حق المحطات. ما فيش مصنع في العالم يعطيك كهرباء بلاش، ما فيش حد يعطيك معدات بلاش. باهي لما ناخذ فلوس حق المحطات ونعدهم نجيبوهم، أنا نحن أخذينا فلوس سرقين، وكاننا ما خذيناش فلوس وما درناش محطات. باهي ليش راقدين ما درتوناش محطات وخليتونا بلا كهرباء؟ باهي كيف نديروا؟ كان خدمنا مشكلة، وكان ما خدمناش مشكلة. نحن العمل الأساسي للكهرباء للهيئة الكهرباء دراته بامتياز. يا ريت أنا تنزل لي الماستر بلان اللي خلاص شوفوه يا جماعة ضم، وتأكدوا أن نحن ما عندناش مليار و300 مليون عندنا طيب. مبلغ ما يستحقش للذكر أصلا، ولكن طيب. يعني نعم. وتتحدث أيضا أنه مليار و300 مليون هذا رقم خيالي لم يصرف ولم يكن في ميزانية الكهرباء، وتتحدث أيضا أنه مليارات أخرى صرفت في طرابلس على شركة الكهرباء هناك. مع ذلك هناك حالة إظلام تام متكررة، وأيضا عملية الانقطاع اليومية حتى في الظروف العادية 10 إلى 12 ساعة يوميا. صحيح. هو باش نكون معك صادق، هو المبلغ مش خيالي، مفروض نحن يكون عندنا مليارات باش ننفذوا الخطة متاعنا. نحن الخطة متاعنا فيها 4700 ميجا، نحن المفروض في 2024 يكون عندنا 6000 ميجا إضافيات مفروض حسب الدراسة. ياريت تنزل لنا بس المخطط العام للش... طيب. بعد قليل سوف نتحدث عن الخطة الرئيسية والمخطط العام للشركة، لكن قبل ذلك في أرقام أخرى سأستطلعها معك في حديث عن مبلغ 100 مليون دينار خاصة بمحطة كهرباء سوسة المزمع إنشاؤها. أين ذهبت هذه المبالغ، خاصة أنه هذه المحطة لم ترى النور ولم تنشأ بعد؟ محطة سوس المية مليون جزء من 500 مليون مفروض نأخذوهن لإنشاء محطة سوسة. استلمنا الشيك متاع المية مليون في شهر 9 في 2017. موجود الشيك على الهواء. هذا الشيك. بعدين حاولنا نفتحه الاعتماد عن طريق البنك المركزي، والبنك المركزي رافض أن يتعامل معنا نحن كحكومة أو كهيئة، ويرى فينا أن نحن غير شرعيين.
تتحدث عن البنك المركزي والمصرف المركزي الذي يسيطر عليه مصطفى صديق. نعم طبعا صديق كبير. نعم صديق كبير لأن طبعا نحن الحقيقة السيد علي نقدمه له الشكر. السيد علي الحبري استاذ علي متعاون معنا جدا ولكن الحقيقة العملة الصعبة موجودة عند الصديق الكبير، لكن كعملة محلية الحقيقة استاذ علي يعني متفاهم ومتعاون معنا في الموضوع هذا. ما عندناش نحن مشكلة متاعنا أن العملة المحلية ما نقدروش نجيبوا بها معداتنا من الخارج. طبعا استلمنا الشيك هذا في شهر 9 في 2017، وبعد شهرين من محاولة الحقيقة الأخوة في الديوان نصحوا بعثونا رسالة وقالوا لنا الأفضل أنكم ترجعوه لوزارة المالية لأن طبعا الشيك ممكن لأنها لنا فلوس الحكومة المؤقتة فلوس بالاقتراض فنستفيدوا منه في شيء تاني لعن ما نقدر نحلوا مشكلة. الحقيقة هم جتنا رسالة الديوان يوم 8/11 في 2017 يوم 12/11 في 2017 يعني بعد 4 أيام من استلامها رجعنا الشيك لوزارة المالية والمستندات موجودة أعتقد هي هذه الرسالة اللي أنا خطبت بها الديوان وقلت لهم رانا رجعنا 100 مليون إلى وزارة المالية وهذه رسالة المراقب المالي اللي رجع به الشيك لوزارة المالية وهنا توقيع المراقب وزارة المالية باستلام المبلغ والمبلغ كله موجود في وزارة المالية ولا يوجد فلوس مصروفة ولا في 100 مليون مهدورة ولا كلام من هالكلام نهائي. كل الكلام هذا كلام فيسبوك وكلام إشاعات مغرضة مش عارفين طبعا نحن الغرض. أنت جئت بوثائق معينة نعرضها الآن تفند بها هذه الادعاءات وأيضا أنت منفتح كل شخص يتحدث ويريد أن يطلق اتهامات معينة أن ترحب بأن تعرض هذه المستندات على جهة قضائية. هذه المستندات بننزلها في موقع الهيئة العامة للكهرباء تمام وهذا موقع رسمي وأي شخص يشكك في هذه المستندات يأخذها للموقع ويمشي بها لأي جهة قضائية في ليبيا يحاكمنا لو هذه المستندات مش صحيحة ولا فيها شك. نحن بالعكس نحن اللي نملك حق مقاضاة أي واحد اتهمنا لأن نحن طبعا أنا ما كنتش من أنصار أن ننزل مستنداتنا على الإعلام ولكن الأخوة لما زادت الهوجة لأن أرى نقول لك حاجة هذه التهمة لاصقة فينا من 2018 إلى 2020 هم يقولون في الكلام هذا ونحن ما نزلناش الورق هذا لكن اليوم اضطريت النزلة لأن 100 مليون 8 مليار و300 ولو نسكتوا شوية أخرى ممكن أسبوع الآخر يقدن 10 مليار فقلنا أقل شيء نوضح الحقيقة بدري. وأن تحتفظ بحقك في مقاضاة كل شخص طبعاً. ربما عندما تطلق هذا التهديد دعني أسميه أنت تتحدث عن جهات معينة تشن حملات معينة ضدك ولا تتحدث عن مواطنين عاديين عبروا عن آرائهم بطبيعة الحال. والله يقول لك حاجة في ناس مضللين وفي ناس حريصين على الوطن اسمعوا الكلام هذا نجروا وراه يعني يعتقدوا أن يعني الناس البسيطة اللي لما تجي تقول له والله خذوا مليار و300 ولا مليار و400 مليون يتأثر يقول له كيف يعني نحن تو حتى سيولة ما فيه وحتى مرتبات ما فيه ويجي واحد مخطم يأخذ مليار و400 ويمشي به يتأثر مسكين. لكن نحكي على ناس مثقفين نحكي على ناس مسؤولين ناس يعرفوا أن الكلام هذا مستحيل يصير ناس قاعدين معانا قريبين جدا من الأحداث وعارفين أن نحن كحكومة مؤقتة ما عندناش المبالغ اللي هم يحكوا عليهم وهم يعرفوا أن الكلام هذا مستحيل يصير وتلقاهم يتعاطوا به. لكن نحن كيف ما قلت لك نحن نخدم في شغلنا ونأدي في عملنا وما نرتفتوش للأشياء هذه لكن لما بيجون وضحوا الحقائق هذه هي الحقائق اللي بيطلع على الحقيقة هذه الحقيقة وأي شخص يبي ياخذ الورق هذا ويمشي به لأي جهة قضائية رقابية إن كانت ويعرض هذا الورق نحن مسؤولين على أي مستند نزلناها اليوم ونحن وأنا مسؤول على أي كلمة نقولها اليوم أي كلمة تطلع مني مسؤول عليها قدام أي مكان في العالم. طيب طالما نتحدث عن الاتهامات أيضا التي سيقت ضدكم على مواقع التواصل الاجتماعي أيضا اتهموكم أستاذ فخري المسماري بأنكم تديرون الهيئة العامة للكهرباء من إسبانيا والله كيف ترد على هذه الادعاءات؟ والله كان يعطوك كان المسؤول يمشي لإسبانيا ويجيب لك 700 ميجا إضافية من غير فلوس والضي معاش يطفى عليك واللي قاعدين في ليبيا طفى عليهم الضي مفروض ندزوا مسؤوليننا كلهم لإسبانيا معناها. يا سيد الفاضل أنا ما نطلعش من ليبيا إلا بإذن من رئيسي المباشر أنا راجل رئيس هيئة ما نطلعش من ليبيا إلا بإذن مباشر وقرار من رئيسي اللي هو رئيس الوزراء فبدام رئيسي سمح لي نطلع من ليبيا وهو اللي هو المسؤول عني
وهو يعرف العمل اللي نأدي فيه، وهو يعرف الإجراءات اللي ندير فيها، وهو مقتنع بعملي، وهو مقتنع بمشيتي، وهو مقتنع بجيتي، ما فيش شخص آخر يقدر يتدخل في طلعتي وجيتي. على مو مش برشلونة، نصحح لك، مدريد، أنا ما بحبش برشلونة، أنا ما باهي. الحاجة الثانية، أنا في مدريد من 2012 وجيت للوظيفة هذه في 2017، خمس سنين قبل الوظيفة، وأنا عايش في مدريد، وأنا جيت وأسرتي موجودة في مدريد. يعني مثلا في قبل رمضان ست شهور ما مشيتش لأسرتي، يعني هي العملية ما هيش استعباد، أنت تقعد تخدم عندنا أنا وما تطلعش. المدام رئيسي قال لي عادي زور أسرتك، نمشي نزور أسرتي، ومدام أنا نأدي في عملي ما حد يتدخل فيه وين مشيت وين جيت. وهذين أشياء ما يسألنيش عليهن إلا رئيسي اللي عطاني إذن نمشي. وأنا عملي لما أنت تصر أنك تؤدي عملك حتى لو غادرت البلاد لأسباب ربما إجازات خاصة بموافقة رئيس الحكومة، لكن تؤكد أنه خلال المدة التي استلمتم فيها من 2017 إلى 2020 أنت فخور بكل ما حققته، أنت فخور بال700 ميجا زيادة. نعم، وأنا فخور ب 4700 ميجا محطات جديدة جاهزة للتمويل المالي للبدء. أنا فخور أن نحن غطينا الماستر متاعنا، الماستر بلان متاع الشبكة اللي خلت الهيئة الكهرباء، هيئة الكهرباء اللي هي جاريل، اسم يحترم فيه العالم كله. نحن حاليا شركة سيمس الألمانية تقدم في عروضها، شركة جي إي تقدم في عروضها، إنسالدو تقدم في عروضها، هيتاشي ومستبيشي الشركات الضخمة العالمية كلها يخدمن معانا، بيجسكو تخدم معانا، شركات العالم المحترمة كلها تخدم مع جارل. نحن فخورون أن نحن وصلنا بالهيئة اللي وصلت لي، يعني أصبح عندها سيت عالمي وأصبح العالم يحترم فيها، رغم التهديدات اللي جت من حكومة الوفاق وحكومة السراج، وهدوا الشركات هذه لو تعاملوا معنا يوقفوا عليهم عقودهم وإجراءاتهم في البنك المركزي في طرابلس، إلا أن هذه الشركات لم ترضخ وقدمت عروضها عندنا وجن شاركنا ويخدمنا معنا، ونحن سعيدين جدا بالموضوع هذا. طيب، محطة كهرباء أخرى، محطة كهرباء لملودة، لغط كبير أثير حولها، هي لم ترى النور أيضا، لم تنشأ، وهناك من أشار أيضا لوجود فساد ربما أو شبهات فساد في التعاقدات. ياريت تطلعوا لنا أول حاجة عقد لملودة، أمتى توقع الحاجة باش نحكي لك عليها. أول حاجة لا يوجد، ياريت تحط لنا عقد لملودة على الشاشة. طيب، سوف نعرض الآن عقد محطة كهرباء لملودة بعد قليل ليشاهده أيضا المشاهد. أيوة، عقد كهرباء لملودة اللي هو العقد رقم 3 لل 2015 لملودة وسوسة. هذا العقد وقع في شهر 3 عام 2015، ونحن جينا للهيئة. هذا هو العقد؟ هذا هو العقد، التاريخ بتاعه في شهر 3 في 2015، ونحن جينا للهيئة في شهر 2 في 2017. ريت تشوف حتى هذا لا يعني أننا نتبرى من العقد ولا نقول لك، لكن العقد قبل استلامنا، يعني قبل استلامنا نحن بسنتين. ياريت حتى تشوف حتى الأشخاص الموقعين، باش أنت أول حاجة لأقل شيء لما تسمع كلامي يبقى شهادتي. من وقع العقد، عقد محطة كهرباء لملودة، هو الرئيس السابق للهيئة العامة للكهرباء. أي نعم، أي تو. وهذا لا يعني أن المحطة فيها فساد، ما فيهاش أي فساد، بالعكس نحن ما نتبرش من اللي داروه الناس اللي قبلنا، لكن أنا نبي نوري الناس أقل شيء باش تقعد شهادتي حقيقية، ما نشهدش في حاجة أنا ديرها، هذه حاجة مديورة قبلي وتو نشهد لك فيها، غير خلي الناس يشوفوا بس ما اللي وقعها باش أقل شيء يتريحوا. التوقيع؟ طيب، ظهر الآن التوقيع. المهندس عباس. نعم. عباس محمد. نعم. رئيس الهيئة العامة للكهرباء السابق. وهذه المحطة قبل أن نجون نحن بسجل. هذا لا يعني أننا نتبرى من هذا الموضوع. الحقيقة احنا نشرح لك القصة كاملة فيها، لا يوجد أي شبهة فساد ولا يوجد أي نوع من الكلام اللي قاعد ينقال في الفيسبوك. هذه محطة حقيقية وصحيحة، وياريت اندارت من زمان، راهو نحن ما عينناش من انقطاعات الكهرباء اللي عانوا منها الليبيين الشتاء اللي فات اللي موتوا الناس. مفروض أي واحد صارت له مشكلة الشتاء اللي فات يحاكم اللي وقف محطة لملودة. أنا حنحكي لك كل شيء بصراحة، لأن احنا لما جينا درسنا هذا الموضوع كويس.
العقد هذا العقد ثلاثة في 2015 حقيقة كان قيمته 490 مليون تقريبا دولار، اللي هو 665 مليون دينار ليبي. وكان هذا العقد بيجيبوا به 15 وحدة مجرورة، كل وحدة 25 ميجا، يعني بإجمالي قدرة مركبة 375 ميجا لوحدات مجرورة، كانت في لحظتها معالجة سريعة لمناطق فيهن مشاكل. وكان عندهم نفس القصة اللي كانوا عنها في طرابلس، توا اللي فكروا انه بيجيبوا بواخر في طرابلس باش بيحلوا من مشكلة، في لحظتها كان تفكير الأخوة ان نحن نجيبوا وحدات مجرورة لان هذين سريعة وفاست تراك، وركبوا وشغلوا وحل بيهن مشاكل. والحقيقة صارت عليه إشكالية كبيرة. هذا كل الكلام ما زلت انا قاعد في اسبانيا، مازال الناس مزعلاني منه. قبل 2017 قبل 2017 الحقيقة وصلوا لنتيجة كويسة، لما صارت عليه إشكالية كبيرة بين المواطنين والناس اللي قاعدين، واني وحدين يقولوا لا ينفع وحدين وما ينفعناش، والكهرباء من ناحية، صارت عليه إشكالية كبيرة. وصلوا السيد رئيس الوزراء شكل لجنة وقالوا لهم ديروا لي حل في الموضوع هذا. وصلوا لاتفاق كويس مع الشركة المنفذة، شركة USBE، ومع طبعا معدات هنا سيمس، ومع رئيس الهيئة السابق، ومع أعتقد الاجتماع كان حاضر حتى رئيس البنك المركزي، وممكن الرقابة الإدارية كانوا حاضريننا، واجتمعوا مع بعضهم واتفقوا أنه يأخذوا ربع القيمة، ربع القيمة اللي هي 166 مليون، ويجيبوا بيهن 3% في 150، يعني ثلاث وحدات كل وحدة قيمتها 50، ثلاثة في 50 يعني يعطن 150 هن الثلاثة، اثنين يركبن في الأملودة اللي هن 2% في 50 اللي هن 100 ميجا، ووحدة 50 ميجا تركب وين؟ في سمنو. كلام سليم، والحقيقة كان قرار صحيح وقرار ممتاز وشجاع، لأن فعلا مشكلة الشرق الليبي اللي هو الجهد، لما تنقل طاقة من مكان بعيد باش توصلها لعند الشرق الليبي يصير عندك فولتج دروب، هبوط في الجهد، فلازم أنت باش تعد يا أما تخفف عن الطفي الضيع الناس باش تحافظ على التردد، يا أما يكون عندك حقن في توليد في مركز الحمل ترفع به الجهد. فكانت الحقيقة الميت، وكان ممكن تستعمل حتى بلاك ستارت لما يصير بلاك، يعني كانت مفيدة الميت ميجا هذه. والحقيقة كان المعدات رهيبة، لأن معدات شركة سيمس اللي هي ما حد يقدر يطعن فيها، 70% من شبكتنا شركة سيمس نحن. وفعلا تم الاتفاق على هذا الموضوع، والسيد رئيس الوزراء صرف لهم 166 مليون، وبمعاناة كبيرة جدا مع البنك المركزي في طرابلس فتح الاعتماد بتاع الأملودة، وفعلا الشركة المصنعة صنعت المعدات، وفعلا المعدات كانت جاهزات على الشحن، اللي هن وصلت حاليا قعدات على رصيف المينا. أنا والله حتى الصور نظني بعثت الكام على رصيف المينا، وفعلا صحيح الصور الآن معروضة على الهواء. أيوة هذين هن، هذين المعدات قعدات على رصيف المينا، وهذه الناس اللي داروا انسبكشن، داروا انسبكشن الفحص، الفحص الاختبارات والمعدات واتية. وهذه المعدات كان مفروض حلتنا مشكلة سنتين من المعاناة، سنتين من المعاناة، فلوسهم مدفوعات. شوف عاد كيف وقفوهن، عاد وقفوهن بحجة أن في خلاف بين الشركاء في الشركة المنفذة. يا أخي باهي، أنت هذا اعتماد مستندي معزز غير قابل للإلغاء وغير قابل للإيقاف. بعدين نحن كدولة ليبية طرف، نحن يهمنا معداتنا يجنة لأن فلوسنا مدفوعات، شن دخلنا بخلاف بين اثنين، الخلاف الاثنين الشركاء يمشوا للقضاء، واللي يفصل القضاء بينهم ياخذ الفلوس. نحن مهمناش خضاء سين ولا صاد، نحن هذين حق المعدات متاعنا دافعينهن، ونحن نبركبوا معداتنا. توقف لي معداتي وتخلي لي الناس في الظلام، نين نعرف من بياخذ سين ولا صاد؟ ما يهمنيش انا ياخذ سين ولا صاد. الشيء الثاني اللي سمعناه في تقرير النائب العام، وكان كان شيء مضحك، يعني مضحك جدا، يقول لك ان في غسيل اموال، يعني حاجة تضحك بصراحة، نكتة أنا نعتبرها. كيف يا أخي غسيل أموال؟ غسيل أموال أنت عارف شو معناها كلمة غسيل أموال ولا غير تقولها؟ غسيل أموال معناها أموال مجهولة المصدر، وأنت تبدل لها برنامج معين باش تعطيها شرعية. ترى نشوفوا فلوس الأملودة مجهولة المصدر ولا لا؟ نشوفوها يا سيدي، طلعت من البنك المركزي معروف مارك، مشيت لوزارة المالية ماكن مركز البيضة، مشيت لوزارة المالية في البيضة معروفة، ما زلنا وزارة المالية في البيضاء، لهيئة الكهرباء مازالا معروفة، كلها قطاع عام.
من هيئة الكهرباء للبنك المركزي في طرابلس صديقي الكبير، ما زال معروفة. الغرض منهن مشروع سوسة، مشروع قائم ومعروف ومعداته وموقعه موجود وفي إذن بالتعاقد من الحكومة وموافق عليه ديوان المحاسبة وموافق عليه الرقابة الإدارية، إذن مشروع حقيقي. باهي، وين الفتح الاعتماد؟ ومن الشركة الموردة واللي شرط الصديق كبير الفلوس يدخلها مباشرة؟ اللي هي شركة سيمنس الألمانية، إذن الشركة معروفة. الفريق العمل عدى زار ودار انسبكشن وجن نتائج الاختبارات، اذا في معدات. الفلوس الاعتماد المستند اللي هو ال سي، شروطه الاساسيه ما يندفع عنش الفلوس الا لين المعدات يوصلن ويندر لهن شركه التفتيش اللي هي الاس جي اس، تعطيك رساله ان المعدات مطابقه للمواصفات ومعدات صحيحه. باهي، وين شبهه الفساد؟ وين غسل الاموات؟ وين هي؟ غير كلمه، هذا موضوع ايقاف سياسي، إيقاف سياسي لتركيع الشرق. أنت مش معقولة يقعد عندك ضي وأنا ما عنديش عندي ضي، أنت لازم تقعد وعلى طول نحن ناسنا وهلنا طيبين، تداولوا هذا الموضوع وانتشروا به وفساد، واحد يقول ال سي واحد يقول ال واي واحد يقول لك زين اف. يا أخي شركة يو اس بي ال واي، قال لك باي ال واي اللي هي ليبيا، باي في العقد مش مديورة ال واي. يا أخي من حسب قانون، يعني في حاجات يعني بصراحة يزعل، حسب القانون المصارف يحق لأي شركة فاتحة الاعتماد معاك أن هي تعطيك في أي مصرف تفتح لها ولأي فرع تفتح لها وبأي، يعني ممكن أنا هولدينج بنفتح عن طريق واحدة من شركاتي، فهذا مسموح به. الحاجة الثانية اللي معروفة أن أصحاب الشركة هذوم اللي لما رجعنا الورق كله، نحن شكل حتى سيادة المستشار عقيلة لجنة تحقيق من كبار القضاء والخبراء، والحاج عبد الله شكل لجنة، وكل اللي جان وصلا لنفس الطريقة، ديوان المحاسبة أعطى نفس التقرير أنه ما فيش أي نوع من الشبهات ولا للرقابة الإدارية، جميع الناس اللي تعاملوا معنا واللي وقعوا معنا في هذه الشركة من الناس اللي قابلنا، يعني أنا نقول معنا لأن نحن أنا ما انتبرش من اللي حد حاجة دارها واحد قبلي، ما انتبرش منها، مش نقول مش من النوعية اللي والله يدارها قبلي تفاهموا معاه، لا هذا عمل يخص ليبيا وعمل صحيح وما فيش فساد. الفساد أنك توقفه، الفساد أنك تخلي الناس بلا كهرباء وناس يموتوا بحجة أن أنت بطل وتبت أي غسيل أموال اللي تحكي عليه أنت المعدات قاعدات في الرصيف وفلوسنا قاعدات عند البنك المركزي والناس يموتوا، أنت درت جريمة أكبر من اللي أنت وقفت عليها المشروع. أنت لو طلقت المشروع راهو ما صارش هكي، راهو أنت تقتل في ناس بحجة أنك أنت مكتشف جريمة، في حين أنت داير جريمة أنك موقف المشروع. وبصراحة الله غالب، اللي خصيمه قاضي ما عنده لمن يمشي، قاعد الصديق الكبير غادي ما نملكون احنا نتعاملوا معه ولا النائب العام نملكوا نتعاملوا معه، وقاعدين نحن حاكمين علينا بهذه القصه. نحن اليوم اللي يكون عندنا عمله صعبه، وحقيقه انا نأيد حتى ايقاف الحقول بحيث ان احنا ناخذ حقوقنا. جربنا عمليه اقفال تصدير النفط طبعا انا جربتها، او شوف مثال حي قدامك، نحن ما عندناش عمله صعبه وما عند وتم يتحكموا فينا، موقفينا معداتنا اللي قاعده معزوقه في الميناء، فلوسنا اللي الحاج عبد الله بارك الله فيه جايبهم بالاقتراض، قاعدات دفعها لهم 166 اقتراض، راجل اقتراض اقتراض، يعني مش من فلوس البترول، وهو واخذ فلوس البترول حاطن عنده ويوقفنا فلوسنا بتاعت الاقتراض بحجه شبهه فساد. ما فيش فساد الا اللي داروه هم، ما فيش فساد الا ايقاف هذا المشروع. اي واحد وقف محطه كهرباء تبي تعطي ناس يبي يموتوا هذا هو المفسد حقيقه، نقولها لك الحقيقه. هم تحكموا فينا ان هم اخذوا البترول عندهم وخذوا الدولار عندهم والعالم اعترف بهم واعترف بجمله عصابه تبي تركعنا. انا نقول لك حاجه واحده بصراحه، مفروض لا نفتحوا بترول ولا شيء، ان شاء الله والله تقربع نحن ناخذ حقوقنا، ما يتحكمش فينا واحد يقدر معداتنا معزوقات في المينا وهنا يموتوا ونحن الراجونين يرضى علينا، مرة يقول غسيل أموال مرة يقول غسيل مش عارف. يا راجل على من تحكي؟ تقعدين مليارات يصرفوا فيهم في طرابلس، جينا على 100 مليون بمعدات قاعدة معزوقة على رصيف مينا وهنا يموتوا وتقول لي غسيل أموال؟ التفاهة هذه بصراحة. غسيل الأموال وعملية نهب ثروات ليبيا واستخدامها لتمويل الإرهاب والفساد والاعتمادات الوهمية كله ثم في اللي يعطوا فيه تركيا، مش غسيل أموال هذه، مش غسيل أموال، مليارات تأخذ فيه تركيا، اللي يدفعوا فيه للسوريين اللي قتلوا فينا واللي قتلوا في أولادنا، مش غسيل أموال هذا. اللي ياخذوا فيها لا، غسيل أموال هي محطة في لملودة باش تعطي الرقاد الرياح
كهرباء. وانت ليس لديك اي تفسير اخر الا انه هذه الحكومه حكومه الميليشيات كانت تريد او تمارس حصارا على المناطق المحرره. يا اخوي احمد اللي قهرتني حاجه واحده، ان جزء كبير من اهلنا طوحهم. سمعتوا شنطاروا قالوا فيها فساد، قالوا فيها هني، قالوا با يقعد يا سيدي في الظلام، هاي صدقهم اقعد في الظلام، هاي تو ينفعوك. في مؤامره كبيره قاعد تصير، نشهد بالله سكروا البترول وما ينفتحش ني ناخذوا حقوقنا، نجيبوا محطاتنا. انا متاكد ان كل القطاعات يعانى في اللي نعانوا فيه نحن، انا متاكد. كيف يا رجل تصرف 12 مليار في الكهرباء في غرب ليبيا وشرق والباقي مدن ليبيا، تمسك لهم 100 مليون مقترضينهم باش يجيبوا بين 100 ميجا يعالجوا بين انخفاض في جهد بحجه ان اثنين شركاء تعاركوا؟ كلام فارغ يا خيسة. والله بصراحه حاجه تزعل وحاجه تبغدد بصراحه. يجي يقول لك قاعد في اسبانيا، انا قاعد حتى في المريخ مفروض. طيب لكن مرة أخرى تؤكد أنه هذه الصور التي نعرضها نشاهدها لأول مرة، عملية ربما توريد كانت تتم الآن بعد تجهيز، صحيح بعد تجهيز معدات الخاصة بمحطة لملودة في ألمانيا على الرصيف، رصيف الميناء، ليتم توريدها إلى ليبيا. تم وقف هذه العملية عن طريق مؤامرة من الصديق الكبير ومن قبل هذه الحكومة المسيطرة على طرابلس ضمن سياسة معينة، سياسة تجويع وحصار ممارسة ضد المناطق المحررة. والآن بالأدلة يكشف رئيس الهيئة العامة للكهرباء هذه المعلومات. طيب الآن أين مصير أو كيف سيكون مصير محطة كهرباء لملود؟ والله أنا بصراحة كهيئة كهرباء الحقيقة ما انتظرناهمش. ليش؟ لأن كيف ما قلت لك اللي خصيمة قاضي ما عنده المن يشكي. نحن توا هذوما الحل الوحيد اللي نديرو لهم نقفلوا البترول ناخذوا حقوقنا. الشيء الثاني نحن اتجهنا اتجاه آخر، اتجهنا لمية ميجا يندرن في محطة درنا، إن محطة درنا البنية التحتية جاهزة، وحقيقة الرئيس الوزراء عطانا الإذن في التعاقد فيها، ونحن سعيين بحيث أن ننفذون فاست تراك في أسرع وقت ممكن. محطة 2 في 50 ونفس اللي بيركب في بحيث أن نحن نلحقوا عشتاء الجاي، وإن شاء الله غير ما يقعد أمرنا في يد واحد آخر. لولا كانت عركة بين اثنين وغسيل أموال، إن شاء الله هذه ما تقعد لنا نشرة جديد والله. ماذا ستجهز؟ نحن المفروض باش نكونوا استفدنا منهن، المفروض يدخل معنا اقل شيء في نص ديسمبر مش اكثر. نحن المفروض في يناير يكون معنا، نحن نحتاجوهن في يناير وفبراير نرفعوا بهن جهد في الجبل الاخضر. طيب انتقل بك لمحطه اخرى ايضا تعطل مشروع انجازها، محطه طبرق. الحقيقه محطه طبرق مش نحن اللي متعاقدين عليها، محطه طبرق تعاقدت عليها الشركه العامه للكهرباء طرابلس. وانا الحقيقه يعني ما نحبش نحكي في الموضوع هذا، موضوع طبرق بالذات، لان في كلام يزعل واجد، ونتمنى ان المحطه تنفذ في الوقت اللي قالوا عليه الجماعه في طرابلس. ولكن اعتقد ان في مشاكل ما عنديش علم بهن، لان كيف ما تقول ملف طبرق في المحطه طبرق مش موجود عندنا في الهيئه، ولا نحن اشتغلنا عليه، ولا نحن يعني عندنا اي معلومات كافيه عنه. محطة سوسة، محطة سوسة الحقيقة من المحطات المهمة جدا. وأنا بنحكي لك شوية على سوسة. باقي المبلغ، أنا أتذكر من بدري قلت لك خذوا ربع المبلغ جابوا به وحدات مجرورة. باقي المبلغ خذيناه قلنا نجيبوا به محطة لسوسة. ليش سوسة؟ في ناس واجدة يقولوا اختيار موقع سوسة غلط، وسمعنا ناس يفتوا واجد، واحد يقول لك ما تقدرش تجيب لها وقود، واحد يقول لك ما تقدرش تدير لها محطة 220، وواحد يقول لك مش عارف. أول حاجة لازم اللي يعرفوه الناس، والله سمعت كلام غريب جدا، قال لك محطة سوسة ب 400، باش تدير لها محطة 220 تدير 400 مليون أخرى، باش تدير لها تجيب لها الوقود تبي 400 مليون أخرى باش تدير لها المنصة اللي درسان فيها على البواخر اللي هي الجي تي. نحب أقول لك أن محطة سوسة ال 400 مليون بتاع سوسة انكلودد فيها محطة 220 تشتمل على اي نعم وفيها ايضا الجي تي
داخل فيها في الأربعمية هذين، مش كل وحدة أربعمية أربعمية أربعمية، كلهن السكوب شامل كل الأشياء هذه كلها. وبالنسبة للربط على الشبكة ما نحتاجوش أكثر من 18 كيلو متر وبش نربطه على أكبر أقرب مصدر لنا، ونحن خطة النقل الخطوط متاعنا موجودة. أهمية محطة سوسة إن هي جاية الحقيقة أنا أهي هذه هي هذا الاختيار متاع محطة سوسة باش الناس يعرفوا الحقيقة. ناس واجدة يديروا في لغط، الاختيار ما كانش عشوائي ولا كان اختياري أنا ومعشيني عرب سوسة وعزميني داري العزومة سمحة مثرودة وأنا قلت لهم تعالوا ندروا كم محطة. لا يا سيد الفاضل، هذا استشاري عالمي درس مناطق ليبيا كلهن وحدد لنا وين نحطوا محطاتنا، وهذه صور الأقمار الصناعية وهذه صورة وهذه تقرير الاستشاري اللي حدد موقع سوسة. وشين يقول الاستشاري في تقريره هذا ليش اختار سوسة؟ اختار سوسة لمعايير معينة. أول حاجة لقربها من البحر، لوقودها على البحر، فوجودها على البحر يسهل عملية تزويدها بالوقود. الشيء الثاني لوجودها في مركز الحمل، مركز الحمل نحن عندنا البيضة إحمال البيضة وصلاً في الشتال عند 500 ميجا، فكانت لازم الباور بلان تكون في مركز الحمل، ولازم تكون بيضة مش في البحر، فلازم تكون على البحر، فأقرب مكان للبحر وللبيضة هي سوسة. تمام. الحاجة الثانية هي مستقبلها كومباين سايكل، دورة مزدوجة، بتولد لنا كهرباء، تولد لنا مية، فعندنا محطة تحلية أوريدي قائمة في سوسة، فكنا نحن المحطة مجاورة لمحطة سوسة. في معايير واجدة قيلها الاستشاري في التقرير متاعه أن ليش نحن اخترنا محطة سوسة، ما يجيش حد يفتي يقول والله يا جماعة لا تقدر توصل لها مية، لا تقدر توصل لها مش عارف شنو، ولا تقدر درع مش عارف شنو. كلام هذا راهو مش حقيقة. نحن محطة سوسة كل محطات ليبيا نحن فيه الحكومة دارت مشروع وعطت فيه إذن بالتعاقد، اللي هو خط الغاز اللي يطلع من شمال بنغازي يربط بجمهورية مصر العربية، يمر على الشط على الساحل كله، يغذي كل المحطات، يغذي شمال بنغازي. أول حاجة البايب متاع شمال بنغازي قديم والكباسيتي متاعه صغيرة، فنحن نحتاجه أن نكون لأن العدد الوحدات زادا. يغذي غرب بنغازي اللي هي 2000 ميجا وات، يغذي بوترابا اللي هي 650 ميجا وات، يغذي سوسة اللي هي 921، نحن نقوله 930 لأن نحن قبل جابين الإف كلاس 307، حاليا أصبحت الإف كلاس 330، فأنت تحكي عليه 1000 ميجا، بالإضافة لو درنا كومباين سايكل ممكن نوصله عند 1400 ميجا، فيغذي معنا سوسة ويطلع يغذي معنا خليج البومبا محطات التحلية، ويغذي معنا محطة طبرق في المستقبل. إذن خط غاز قاعد مصمم وتنفيذه حيكون ماشي مع البحر يغذي كل المحطات. موضوع الوقود مش مشكلة، حتى لو ما تنفذش حط الغاز سوسة تغذيتها بالوقود أسهل عندنا من تغذية السرير مثلا اللي قاعدين نغذوا فيها لنا 20 سنة، لأن في النهاية بك الباخرة والجي تي قاعد ضمن السكوب متاع سوسة تدرس الباخرة وتعبي لك خزانات 4 خزانات كبيرة وسلامتك، مرة في الشهر تطلع من رأس النوف تغذي عندك وتعدي. يعني نحن مش حنتحجوا بالبنية التحتية باش نخلوها لنا بلا محطات. نحن يا ريت تجيب لي الماستر بلان لإدارة الهيئة، خطة رئيسية سنعرضها الآن، الماستر بلان هذه هي المعروضة الآن. نعم. هذه أحمال ليبيا من أول ما أنشأت الكار من 75 نحن خضينا. يا ريت نشرح لك على القصة هذه شوية. أنا ما جبتش معايا نظارتي وما نحقش واجد يا سيدي، مش مشكلة. رجع لي على اللي بعد هذه، اللي بعد منها، اللي بعد منها. أيوة هنا جي تشوف أستاذ فخري في الشاشة ربما الشاشة يكون أوضح. نعم أوضح. نعم هنا نحن خضينا من 2015 لعند 2024. الخط اللي فوق اللي فوق إجمالي القدرات اللازمة لتغطية الطلب، يعني مفروض هذين يكون عندنا كهرباء محطات يولد في الكهرباء هذه تحت منها القدرات المتاحة وتحت منها ميزان الطاقة الكهربائية العجز في الطاقة، يعني العجز في الطاقة. لو جيت تشوف في 2000 نعبدالك في 2015
2015 لازم يكون عندنا 5730 ميجا، المتاح عندنا في 2015 كان 4900 ميجا، العجز كان في 2017 أنا مش باين عندي كويس 830 ميجا. تستمر لعند 2019، من هنا بدأت اللامبة تشعل بالأصفر لأن هذين كل المشروعات التنموية. 2019 المفروض الأحمال يوصل لل 8086 ميجا، والعجز حيكون 2386 ميجا، إلا لو طلعنا بمحطة سوسة وطبرق في الشرق، فكان لازم يطلع المحطين هذين في 2019، وفعلا نحن تعاقدنا عليه محطة سوسة في 2019، يعني نحن كعمل ندرناه. ما فيش بنك مركزي صديق كبير مش تعاون معنا، هذه مش ذنبنا نحن كهيئة كهرباء. نجول إلى 2020 بدأ عندنا الخط الحمر، طلعنا من الأصفر وخشينا في الحمر، يعني نحن توا موجودين في الخط الحمر، معدات قديمة ومتهالكة ومشروعات موقوفة لأن الصديق كبير وما عندناش فلوس البترول. نحن اقترحنا غرب بنغازي 2000 ميجا، واقترحنا بوترابا اللي هي 650 ميجا، هذين في 2020، وفعلا نحن نهيناهن هالاثنين في 2020، ونهينا معاهن أخرى تمن هند والكفرة اللي هي الطاقة الشمسية. نرجعوا لآخر خانة، نحن قعدنا في الحمر توا، نرجعوا لآخر خانة اللي هي تتحدث عن ميزان الطاقة الكهربائية أستاذ فخري. الخانة الأخيرة الخانة الأخيرة 2024 المفروض الأحمال متاعنا يوصل 12000، ونحكي على ليبيا كلها 12439 ميجا. لو ما نفذناش محطاتنا العجز عندنا حيبقى 6739 ميجا، يعني نحن تنفيذ المحطة يا أستاذ أحمد، تنفيذ المحطة ياخذ في 36 شهر، يعني نحن تنفيذ المحطة ياخذ في 3 سنين. أنا ما ينفعش في 2024 تجي تقول لي هاك فلوس وعدي نفذ محطاتك، معناه أنا نسلم لك محطاتي في 2027، حتقعد من 24 لعند 27 عندك عجز 6000 ميجا طافي، يعني 6000 ميجا كيف احمل ليبيا بالكامل توه. مش معقوله في 2024 تعطيني فلوس تقول لي عدي نفذ محطاتك، مش حننفذ. ليش؟ لاني انا نقعد 3 سنين ننفذ، وانت تبي تقعد من 2024 لعند 2027 بدون كهرباء، ماني بتحملك 3 سنين، نحن ناس بتحملوناش 3 ايام وعلي 300 ميجا عجز، مش 6700 ميجا عجز، هذا انهيار للكهرباء. فلذلك راهو مشروعات التنميه لازم تنفذ، راهو موضوع استراتيجي ومهم جدا. الشيء الثاني اللي نحن وفرنا فيه وقت واللي الناس وجهت تقدوا فينا، قلنا انتم حبر عليه ورق، وين يا اخي الحبر عليه ورق؟ خضان منا سنتين ونص من المفاوضات مع كبرى شركات العالم، من الدراسات مع كبرى استشاري العالم، من وصلنا لنقطه الانطلاقه النهائيه اللي هي نحن نبدا في الاعمال. نحن وفرنا سنتين ونص، توا خايفين كل تاخير نتاخروه في تنفيذ مشروعاتنا يطلع لنا عجز ونحن داخلين في الحمر. الناس اللي يقولوا علينا سرقنا مليار و400 مليون، ما يسحبوش لنا المليار و400 مليون، ما يدير لنا شيء ككهرباء، نحن بننفذ محطاتنا هذيك، وما يسحبش روح قاعد في الحمر. تفضل راهو قاعد في الخانه الحمر، نحن في 2020 راهوكم قاعدين في الحمر، راهو انتم اللمبه شعلة حمر، لان انتم معداتكم عمرها الافتراضي انتهى، فلوس ما عندكمش، معداتكم مش حتقدر تمشي بكم قدام، وما نفذتوش مشروعاتك. الكهرباء مش سحر ولا شلوشة، وعملية التوسع في الشبكة الكهربائية وفي بناء المحطات يجب أن يبدأ، ونحن تأخرنا أصلا طبعاً في بنائها طبعاً، وإلا سندخل في سنوات من الإظلام طبعاً. إذا استمر الوضع الحالي عملية حصار اقتصادي ممنهجة، حتى عملية بناء محطة واحدة للكهرباء محطة لملودة أوقفها صديق كبير بحجج قلت قبل قليل وأوضحت أنها واهية، لذلك تتحدث أنه يجب أن يبقى النفط في مكانه حتى تتحقق العدالة ونتمكن من بناء كل هذه المحطات والتوسع في الشبكة حتى لا ندخل في تلك المرحلة. أعطيني الخرائط الجغرافية بعد إذنك، بعد أعطيني الخرائط الجغرافية. الخرائط الجغرافية. نعم. طيب سنعرض الآن إذن الخرائط الجغرافية. أيضا أريد أن أسألك أستاذ فخري حتى نعرض الخرائط الجغرافية على المحطات الجديدة في الجبل. أيوة. الأخضر البطنان هذه، هذا شوف معي بالله عليك، هذا الوضع القائم في ليبيا حاليا. تخيل يا أخي
آخر محطة عندنا في الشرق الليبي اللي هي محطة شمال بنغازي اللي قاعدة فوق تشوف فيها، هذه الوحيدة. ومن شمال بنغازي شوفها، شوف المنطقة الممتدة من شمال بنغازي إلى حدود مصر فاضية، هذه منطقة فاضية. تقول سكانها مهاجرين أو قاعدين بالإيجار، مانيش عارف، ما فيش غير اسمعني بس. هل تتخيل يا أخي 750 كيلو متر على منطقة أحمالها طقل ل 900 ميجا و750 كيلو متر، ولا توجد ميجاوات وحدة، ولما نجون نديروا محطة تقوم علينا القيامة، واحد يقول سرقت فلوسه، واحد يقول غسيل أموال، واحد يقول غسيل دبش. هذه قصة، هذه قصة لازم يفهموها. هذه الخارطة سنة كم؟ هذه الخارطة فيها خارطة سنة كم؟ هذه موجود حاليا، هذا الوضع الحالي. نحن شنو اقترحنا تو كهيئة كهرباء؟ الماستر بلان بتاعنا أضفنا وين؟ أضفنا بعد شمال بنغازي وحدة في بوترابا، بعد بوترابا ضفنا سوسة، بعد سوسة ضفنا عندنا لملودة وسمنو، وبعد منها ضفنا قبل من شمال بنغازي، لأن شمال بنغازي عمرها الافتراضي انتهى، فكان لازم يكون عندنا محطة بديلة لها. اقترحنا محطة غرب بنغازي 2000 ميجا وات، بحيث ان احنا لما نشغلوا غرب بنغازي نقدروا نستبدلوا معداتنا في شمال بنغازي، ونقدروا نديروا هذه الخريطة الجديدة. الوضع الجديد هيك وضع عادل، هذا وضع العادل الحقيقي المفترض. المفترض لان انت قبل في ظلم كبير على المنطقه الشرقيه. لما تجي تشوف تلقى محطه تمن هند بالطاقه الشمسيه، تلقى محطه الكفره بالطاقه الشمسيه في جنب، لما ترقى فوق تلقى محطه سوسه، وتلقى طبرق المقترحه اللي نفذوا فيها شركه الكهرباء، وتلقى يا سيدي عندك محطه غرب بنغازي، المحطه بوترابا ومحطه غرب بنغازي. الأهمية الاقتصادية المهمية الكبيرة اللي محطة غرب بنغازي إن هي طبعاً البديل الاستراتيجي لمحطة شمال بنغازي. محطة شمال بنغازي لو تصير فيها حاجة البعيد حنقعدوا في كارثة حقيقية. نحن لازم كيف العالم كله لازم يكون عندنا احتياطي دوار، بحيث إن لما تطلع توربينة على العمل تدخل التوربينة الثانية مباشرة بدل منها، ما نقعدوش نحن في اظلام نين نصلحوها. المفروض تطلع توربينة على طول تخش الترفينة بدي. ليش نحن ونسكنا معداتنا في شمال بنغازي المدة هذه كلها؟ وليش نحن فاتن ساعات التشغيل وفي شمال بنغازي وما زلنا مسكينا؟ وليش نحن أسئلة كثيرة هي. وليش نحن أنت عارف العمرة للتوربينة لما عمرها يفوت 20 سنة، حتى العمرة متاحة تبقى غير مجدية، لأن تجد تكلفة العمرة كبيرة، وفي نفس الوقت الإفشنسي متاع التوربينة الفاعلية القدرة الفاعلية بتاع التوربينة تكون ضعيفة مهما تدير فيها، لأن خلاص كيف الإنسان اللي كبر في السن، كيف الإنسان يطلب وهي عمرها أكثر من 30 سنة. أي نعم. كيف الإنسان اللي كبر في السن تقول له تعال جري لي 5 كيلومتر، يقول لك ما عادش نقدر نجري، أيام وأنا شاب نجري لك، لكن توا خلاص الكفاءة الكفاءة خلينا نقول الكفاءة الكفاءة بتاع التوربينة قلت. ليش؟ لأن عمرها الافتراضي انتهى. فكان لازم نفكروا في بديل لشمال بنغازي، بحيث أن احنا تعطينا فرصة استبدال معدات القديمة في شمال بنغازي. تو مش قادرين نستبدله، لأن تو كل توربينة نطفوها تطفي علي ناس، ما عندناش احتياطي دوار. وإن شاء الله كتر خيرنا، يعني نحن في المستقبل لو استمرينا هكي مش حنقدر نشيلوا حمالنا اللي موجودة عندنا. فتوى اللي محطة اللي عندها أهمية كبيرة اللي هي محطة غرب بنغازي 2000 ميجا وات، تعطي في قدرة هذه كهربائية، تعطي في مياه، هي طبعا محطة كومباين سايكل دورة مزدوجة، تعطي في 80 مليون لتر مكعب من المياه يوميا، تعالج حتى مشكلة نقص المياه. مع العلم أن محطة بوترابا تعطي في 60 مليون لتر مكعب من المياه يوميا. الحقيقة أن احنا الخطة واعدة جدا، تحل مشكلة الكهرباء وتحل جزء كبير من مشكلة المياه. واللي يفكروا أن ليبيا دولة غنية وتملك البترول وتملك الغاز، هلها ما يبخلوش على أرواحهم ببهدلة وقلة يعني؟ يما أنا مستغرب بصراحة. الناس ليبيا دولة غنية، ومفروض الخطة، يعني نقول لك حاجة، مفروض خطة ليبيا تنفذ في مواعيدها، يعني مش نقصتنا فلوس. وفي نفس الوقت اللي عارض أكتر شيء عارض لما تندار محطة، الناس فقدت الثقة في الدولة ولا مش عارف. لما تجي تبدير محطة تنقلب الدنيا، ولما تخليهم بلا محطة يقعدوا الناس متذمرين. يعني مثال محطة سوسة،
رغم المعاناة اللي يعانوا فيه الأخوة في الجبل، لكن موقفينها مواطنين بحجة أنها هم أصحاب الأرض، وهم ممكن يكونوا أصحاب الأرض، ولكن نحن المحطة عليها نزاع من ثلاث عائلات. والحقيقة السيد رئيس الوزراء قال ما نقدرش نعوض إلا اللي يجيب مستندات من القضاء يثبت فيه ملكية الأرض ونحن نعوضوه، والحقيقة هذه اتفقنا فيها. وحاولوا كل الناس أن يتعاملوا مع الناس أصحاب الأرض، ولكن بصراحة بالقوة ما عرفناش نتفاهموا في الموضوع هذا. وقفوا الشركة المنفذة، أكثر من 11 كسار كان يخدم من طردوهم برا، وقاعدين نحن تو نعانوا في قصة الاعتداء على المحطة ومنعنا من استكمال المشروع. فمن ناحية نستغربوا الناس بدون كهرباء والدولة تبي تصرف وبالاقتراض، وفي ناس منعينا ان احنا نفذوا مشروعاتنا. العملية ما عاش عرفناها مبرمجة ولا شنو سير. نحن الانسان يدير اللي عليه، نحن كهيئة كهرباء دورنا ان نديروا مخطط عام ودرناه، دورنا ان نديروا اجراءاتنا اللي عند التعاقدية وكملناها. الحقيقة انا مانيش رئيس بنك مركزي ولا نملك مؤسسة الوطنية النفط باش نقدر نجيب، ورئيس الحكومة الحقيقة السيد عبد الله الثاني نقدموا له الشكر، كل اللي طلبناه منه نفذه لنا، ولكن الحقيقة هو راجل يقترض اقتراض، واللي طلبناه منه في حدود الإمكانيات اللي نحن عالجنا به المشاكل اللي درنا به عمليات انعاش عطاه لنا، ولكن اللي عطاه لنا غير كافي، وهو عارف انه هو غير كافي، ولكن الله غالب عليه والله غالب علينا. اللي نقدر نقولوه استمروا بإقفال الحقول لنحصل حقوقنا ونفذوا مشروعاتنا ونحلوا مشاكل هلنا. طيب مهندس فخري، ماذا عن محطة سرت؟ هل سنشهد افتتاحها قريبا؟ محطة سرت طبعا هي ثلاث وحدات في 350 ميجا، نقدروا نشغل وحدة من الوحدات. نحن حقيقة كحكومة مؤقتة كهيئة كهرباء تواصلنا مع المدير التنفيذي في الشركة العامة للكهرباء وطلبنا منه أن يشغلنا الوحدة متاع سرت، وجهز فريق عمل وجهزونا احتياجات. الحقيقة نحن وفرنا لهم كل الاحتياجات اللي هم يبوهن، وبعثنا الفريق وحاليا قاعدين يخدموا في سرت. موعودين إن شاء الله حندخلوا معنا 180 ميجا من محطة خليج سرت على الشبكة. ما نقدرش نحدد لك الموعد بالضبط، لكن أعتقد أن الموعد هيكون قريب جدا، حتكون معنا 180 ميجا من محطة سرت. الوقود موجود في الخزانات، وجماعة حاليا في سرت شغالين، فريق عمل طلع من بنغازي متواجد هناك، وماشي الأمور كويس إن شاء الله. طيب لدي مداخلة الآن من المهندس عوض البدري المدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء. مهندس عوض أهلا بك. أهلا بك دكتور أحمد وبضيفك الكريم المهندس فخري المصماري رئيس الهيئة العامة للكهرباء، وبضيوفك الكرام وبالمشاهدين وبقناة الحدث. شكرا لك. الكثير الآن أو الأعين اتجهت للشركة العامة للكهرباء وللمؤسسة أو الهيئة العامة للكهرباء بعد حالات الانقطاع المتكررة التي لازمتنا خلال العشر أيام الماضية. الكثير يسأل الآن عن المستقبل، هل انتهت الأزمة؟ دكتور أحمد، يعني أزمة الكهرباء أزمة يعني بدأت منذ 2011 ناتج لأن الشبكة الكهربائية لم يتم يعني عمل أي وحدات توليد جديدة، ولم يتم طبعا البدء بالأعمال يعني بالمشاريع المتوقفة مثل محطة غرب طرابلس ومحطة الأوباري ومحطة طبعا سرت البخارية، وناتج لتعطل البدء في هذه المشاريع، وكذلك لعدم وجود خطة تنمية منذ 2011. كل ذلك أدى إلى انهيار قطاع الكهرباء. اللي نحب نقول لك طبعا أن الهيئة العامة للكهرباء زي ما تفضل المهندس فخري المصماري رئيس الهيئة هي تتبعها ثلاثة أقسام، هي الشركة العامة للكهرباء والشركة الليبية القابضة للكهرباء وجهاز الطاقات الجديدة والمتجددة. الهيئة أنشئت في سنة 2014 وأسندت إدارتها في ذلك الوقت حقيقة إلى يعني ناس كانوا غير ذوي اختصاص، وبالتالي رأينا الإظلامات في عام 2015 و2016 الشرقية وفي الجبل الأخضر. أعيد طبعا تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للكهرباء في عام 2017،
وكان حقيقة من ذوي الاختصاص ومن المهندسين ذوي الخبرة من الشركة العامة للكهرباء لأكثر من ربع قرن، وكان حقيقة على رأسهم رئيس الهيئة المهندس فخري المسماري الذي أحييه اليوم يعني على شرحه وافي لكل المغالطات. المهندس فخري المسماري حقيقة زميل لفترة طويلة وابن قطاع الكهرباء، وتقلد عدة مناصب قيادية لفترة من الزمن. أنا كمدير تنفيذي للشركة العامة للكهرباء أعتبره رجل مرحلة وقادر أن ينهض بهذا القطاع في هذا الوقت كما أتيحت له الفرصة وتوفرت الإمكانيات. يعني حقيقة اليوم كذلك اليوم أحيي يعني كل المهندسين والفنيين بمحطات الإنتاج ومراكز التحكم ومحطات التشغيل الذين يعجز الكلام عن ما قدموه ويقدموه كل يوم، خاصة في ظل المشاكل مشاكل القطاع المنهارة، وخاصة فيما مرت به الشبكة الكهربائية في ظل الظروف التي حدثت من أول يوم العيد لمدة 10 أيام. كما تفضل المهندس فخري المسماري شارحا خروج وحدات التوليد في محطات السرير وفي أزويتينا وفي شمال بنغادي. أشكرك جزيل الشكر المهندس عوض البدري المدير التنفيذي في الشركة العامة للكهرباء. أنتقل الآن للمهندس محمد بوجازية رئيس قسم الوقود بالشركة العامة للكهرباء. مهندس محمد أهلا بك. أهلا أستاذ محمد، هل أنت في الاستماع؟ نعم بالاستماع إن شاء الله. طيب، نريد أن نسأل الآن طالما أنه شركة سيرت قامت عمليا بتخفيض قيمة أو حصة الغاز لمحطات المنطقة الشرقية، نريد أن نسأل كيف ستتعاملون مع هذه المشكلة الآن؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. بالنسبة لمخصصات شركة سيرت من الغاز المحطات الإنتاج الشرقية كان 240 مليون قدم مكعب يومي، ثم تقلصا إلى 190 مليون قدم مكعب يومي، والآن فوجئنا اليوم بتخفيض من 190 إلى 160 مليون قدم مكعب يومي، ما يعادل قريب 160 ميجا، ما يعادل 180 ميجا وات تم تخفيضها من اليوم هذه. كيف ستتعامل الشركة العامة للكهرباء مع هذا النقص في حصة الغاز المفروض عليها من شركة سيرت؟ تعاملت معها تلقائيا في اتصال مباشر مع إدارة التحكم. جوهم إدارة تم تخفيض هذه الكمية من ما كانت 750 ميجاوات أصبح توس أقل من الجريمة 590 ميجا، بس لنخفض الأحمال بشتاو نحافظ على ضغط الغاز مستقر في الشبكة عندي. لازم نخفض طريق نخفض الميجاوات 180 ميجا نخفضها من الغاز معادل 30 ميجا، معادل الميجاوات هي 170 ميجا 170 180 ميجا مقابل 30 مليون قدم مكعب. بستقر الشبكه نطرح الاحمال ولا خدمه يسلي لا سمح الله بلاك اوت ولا اي حاجه، نطرح الاحمال حفاظ عن الشبكه بس استقرار الشبكه تكون دي. شكرا جزيلا لك الأستاذ المهندس محمد بوجازية رئيس قسم الوقود بالشركة العامة للكهرباء. أعود إلى ضيفي هنا في الاستوديو مرة أخرى المهندس فخري المسماري رئيس الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة. لكن قبل ذلك، طيب، لدي مداخلة أخيرة من المهندس عبد العاطي عجيب مساعد المدير التنفيذي. طيب أنتقل المهندس، تفضل مهندس عبد العاطي، تفضل. نعم. طيب لدي مداخلة من المهندس عبد العاطي العجيبي، تفضل مهندس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. دكتور أحمد وضيفك الكريم السيد فخري المسماري، ونحيي المشاهدين. لا، عبد العاطي العجيب. نعم، المهندس عبد العاطي العجيبي، صحيح، تفضل. طبعا بنحدثكم عن محطة سيرت البخارية. محطة سيرت البخارية هي كانها شغالة هي، لكن من مدة 4 شهور صار لها عطل في محول ونقص وقود، ف
فمنذ 4 شهور يعني وهي ما تخدمش باهي. فالمدير التنفيذي للشركة كلفني رئيس لجنة مع مهندسين من محطات الإنتاج والجهد الفائق للوقاية. والأسبوع اللي فات جينا هنا قيمنا المحطة يعني هل يمكن تشغيلها أو لا. طبعا المحطة تعرضت لبعض العبث يعني في معدات ما لقيناش موجودة وفي معدات متعطلة. الأسبوع اللي فات طبعا درنا تقرير كامل وقدمناه للمدير التنفيذي. المدير التنفيذي يعني ممكن أن نستفيد منها بال 180 ميجا بدل ما هي مثلا قاعدة واقفة. وكما يعرف الجميع أن المحطة البخارية إذا كان وقفت أكثر من 3 شهور يقدر يرجعها صعب لأن معداتها وصماماتها وكذا يعني كثيرة واجدة. فلا بد من إحيائها. واللي شجعني بصراحة الطاقم تاع محطة سرت باهي عاقد العازم أنه يرجعها ويشغلها لأن كل ما تقعد يعني واقفة كل ما تزيد الأعطال وإمكانية رجوعها صعب. و180 ميجا والقود متوفر. فأنا قاعد متواجد الآن سرت في سرت وماشين يعني تمام وإن شاء الله في الأيام القريبة من تجهيز التحلية وتجهيز الدي سي اس اللي هو غرفة التحكم. وطبعا بعثنا برسالة للمدير التنفيذي بالاحتياجات اللي يجب توفرها طبعا شاشات الكمبيوتر وشاشات العرض والبطاريات متاع الديزل اللي هو السيف شت داون ومعدات كثيرة ومعدات مثلا للمشغلين لما يباتوا يعني كإقامة يعني المشغلين بيبدوا فيها 24 ساعة. فنحن لقيناها فاضية يعني واليوم بالذات يعني جبنا تشاركية تاع نظافة وننظفه كله والطاقم كله متواجد من الصبح ما يروحوش إلا في الليل يعني يخدموا 24 ساعة. وإن شاء الله يعني قليلة يكونها في الشبكة على الأقل يعني تغطي أحمال سرت وضواحيها 120 ميجا و 190 تقريبا. طيب نتمنى لكم التوفيق مهندس عبد العاطي العقيبي مساعد المدير التنفيذي لشؤون الإنتاج. أعود إلى ضيفنا في الاستوديو المهندس فخري المسماري. مهندس أريد أن أختم معك بسؤالك عن الجباية أو تحصيل قيمة خدمة الكهرباء خاصة فيما يتعلق بالمصانع أو الشركات، هل تتم بالصورة المطلوبة؟ والله تمنينا نديروا مداخلة مع مدير الجباية. لا نحن المدة اللي فاتت تواصلت مع السيد وزير الداخلية الأستاذ إبراهيم بوشناف وشكلنا فريق عمل مشترك بين إدارة الجباية والإدارة التنفيذية عند في الشركة العامة الكهرباء والأخوة في الدعم المركزي باش يدعمونا لأن طبعا في اعتداءات كثيرة خاصة في موضوع الجباية تتم على فنيين الكهرباء. نحن نحيي شرطة الكهرباء شرطة الكهرباء تؤدي في دور ممتاز جدا لكن عندهم عجز وعندهم احتياجات كثيرة تنقصهم باش يقدروا يواكبوا أو يحرصوا ويساعدوا في الجباية. هم يقيموا في عملهم ولكن نحن نحتاج إلى حملة تكون أقوى فتستعنا بصراحة بالداخلية وكانوا الحقيقة معنا في شرطة الجباية كانوا برضو هم المنسقين بين الداخلية وإدارة حسابات المستهلكين وابتدت الحملة بشكل ممتاز جدا وركزنا فيها في البداية على الورش وعلى التجاري وعلى والحقيقة السكني أغلبية أن احنا مركزين يكون الاستهلاك السكني يكون عن طريق الأقساط المصرفية وبدينا في الحملة بتاعنا كانت حملة ناجحة جدا وكان فيها ضغط كبير. صارت لنا المدة اللي فاتت لما جت جائحة كورونا وصار عملية الحظر فكان إيقاف للحملة. حاليا الحملة ابتدت من جديد
وبنحاول نسعى ان الحمله هذه تمتد بحيث انها تاخذ كل مدن الشرق الليبي. طيب مهندس فخري، ايضا قبل قليل تتحدث عن نقص الوقود وهي مشكله تهدد ايضا الشبكه خلال الايام القليله القادمه، كيف ستتعاملون مع هذا التحدي؟ ايضا المواطنون يسالون، هل سندخل مره اخرى خلال الايام القليله القادمه في مرحله انقطاع كهربائي او عمليه طرح احمال؟ باش نكون معك صادق، نحن العمليه هذه دخلنا فيها من اليوم، لان نحن التوربينة نمثلها لك زي السيارة، لما تكمل عليك البنزينة ما تقدرش تمشي بها، لازم توقفها. نحن عندنا توربينات وقفا، وفي توربينات نقصنا الكفاءة متاحن نتيجة لعاجز الوقود. ما عندناش حل نقدر ندروه إلا مثلا لو في توربينة نقدر نستبدلوها من غاز إلى وقود خفيف، نقدر نستبدلوها، نقدر نعملوا في الموضوع هذا. ولكن المشكلة أن الوقود الخفيف برضو، نحن مشكورين الأخوة في شركة البريغا الحقيقة متعاونين معنا في الموضوع هذا ومش معقبين جهد، ونخص بالذكر الأستاذ فرج الجعيدي. لكن كيف ما قلت لك راهو هي الأزمة موجودة عند الاثنين، البريغا الحقيقة معتمدين على بواخر جن من برا، ومثلا الباخرة اللي توي ينتظروا فيها السير فيها تأخير شوية، ولكن هم يديروا في حلول، والحلول نحن مش ضغطين واجه، أي حل يحل المشكلة نقبلوا به. المواطن جزء من المشكلة وجزء من الحل، يعني لما تكون في مشكلة على شركة البريغا ولا على شركة سرت بتجي مشكلة على شركة الكهرباء، ومن ثم تبي توصل المشكلة للمواطن، وهي الحلقة مستمرة. نحن كيف ما قلت لك ضروري من أن يكون فيه توزيع عادل للثروات، ضروري أن يكون فيه ميزانيات للقطاعات. أنا مش مستحيل الطالب قطاع بخدمة ومش عامل له ميزانية يشتغل بها، هي من العملية ما هي سحر، هي واحد زائد واحد يساوي اثنين. أنت لو تبذر شعير حيطلع لك شعير، تبذر قمح يطلع لك قمح، حطيت سبول يطلع لك سبول، لكن ما تحط شيء ما يطلع لك شيء. هذه عملية واضحة بسيطة، يعني ما تبيش تفكير. أنت ما فيش ميزانية معناها ما فيش خدمات، أنا مش للكهرباء فقط يعني لكل القطاعات. الميزانيات موجودة في العالم كله، موجودة باش تحل المشاكل وباش، لكن لو عرفتوا حد يقدر يعطينا مواد بلاش ويدير يبنينا محطات بلاش ويدير لنا وقود بلاش، نحن موافقين، وروا لنا بس نمشوا له. كلمة في الختام أيضا مهندس فخري، لو كان لديك إضافة طلبت كلمة في الختام. أي نعم، نشكر كل العاملين في الشركة العامة للكهرباء والهيئة العامة للكهرباء والموظفين والفنيين على المجهودات اللي قاموا بها السنوات الأيام السابقة. الضغط كان كبير والحملة كانت علينا كبيرة، وهم كانوا في الموعد الحقيقة، واصلوا الليل بالنهار. الحقيقة أنا نقول لك مواقف كانت تزعل، لما يكون واحد يومين متواصلين من العمل أو ثلاثة أيام من العمل وما رجعش الهلا، وأحيانا في اللي ما كلش حتى أكل، وفي اللي ما غمضش عينه حتى دقيقة، ويشوف الشتاب والسب والقصص هذه كلها. فنقول لهم بارك الله فيكم، مجهودكم عند الله ما يضيعش، ونقول كما قال الله تعالى في الختام، بسم الله الرحمن الرحيم، واصبر ما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم ولا تكو في ضيق مما يمكرون، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. صدق الله العظيم. شكرا جزيلا لك المهندس فخري المسماري، رئيس الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة. أشكر كل ضيوفي عبر الهاتف، شكر موصول لكم أنتم أيضا مشاهدين. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحيات معيدي أحمد سالم وتحياتي أحمد القماطي في أمان الله.